السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We will continue glaucoma chapter إن شاء الله. دلوقتي إحنا هنتكلم عن a treatment of glaucoma. A treatment of the glaucoma هو إيه الإيم منه بتاعه؟ يعني عايزين نفهم إيه الإيم من التريتمنت عشان نقدر نتكلم عن التريتمنت itself. الإيم of treatment إن هو أنا أكنترول، هو طبعاً مفيش actual treatment of the glaucoma، هو كل ما في الأمر إن أنا أكنترول الـ progression of the glaucoma، يعني أنا مش عايز الحالة يحصل لها progress either بقى of structure and functional. أوكي؟ فأي حاجة أنا هعملها أو أي treatment أنا همانج البيشنت بتاعي، هو الإيم بتاعي إن أنا stop the progression of the glaucoma not actual treatment of the glaucoma، لان هي عامله زي السيستميكال كرونيك ديزيز زي الهايبرتنشن زي الدايبيتس. الفكره كلها ان انا مش عايزاه بروجريس عشان ما يعمليش الكومبليت، لان هو وانس ان هو بروجريس، البروجريس تاني هي ان انا لوس اوف ريتينال فايبر لايرز، ومعنى كده في الاخر هلوز الفيجنز، واب طبعا ان انا نوصل لمرحله البلايندنس اللي هو بنقول عليه ليجل بلايندنس، مش شرط اللي هو بلايندنس بمفهومه ان هو نو بي ال، لا هو جاست ان انا لو اللوس اوف فيلد اب تو السنترال 10 ديجري خلاص دوت legally blindness according to WHO definition of blindness. And once ان انا decrease the vision بتاعي best corrected بتاعه طبعا 63 او في definitions الجديدة اعتقد 66، ده برضو legal blindness. فانا مش عايزة البيشنت بتاعي يوصل كده، انا عايزة احسن له quality of the life. طيب هم عشان يعملوا control progression للأسف مفيش في ايدينا فاكتور نقدر نكونترول ات بالتريتمنت بتاعنا احنا كأوفثالمولوجيست او جلوكوما سبيشاليست الا هو الانترا اوكلر بريشر. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني معنى الكلام ان هم اعتمدوا الميكانيكال ثيوري في التريتمنت اوف ذا جلوكوما. الثيوريز التانية اللي هي زي الفاسكولار ثيوري او الاسكيميك ثيوري، وحتى الثيوريز الجديده اللي بتتكلم عن الاوتو اميون موديولي ريمودلينج، او ان هو ممكن يكون في اكسيدنت ستريس، فالحاجات دي كلها برضو ستيل ديبيتابل ايشو. يعني هو كل الكاتيجوريز اللي في الماركت للتريتمنت اوف ذا جلوكوما الفكره كلها قايمه على الميكانيكال ثيوري ان هو انا كنترول اي او بي فانا كنترول الجلوكوما. الناس قليلة جدا، بس هو الفكرة كلها ليه؟ علشان انا ما عنديش برضو evidence based medicine في الحتة دي كبير قوي، وعشان التكست بوك مش بتتكلم عنها كتير. هما ستيل الجلوكوما سبيشاليست عندهم يعني داوت ان ذيس افكتس اوف ايه بقى، ان انا ادي انتي اوكسيدنت او احسن الاوكلر برفيوجن بتاعي عن طريق بقى حاجات فاكتورز كتيره ممكن نتكلم عليها. يعني واحنا بنتكلم عن التريتمنت الحاجات دي كلها، يعني ان انا اطبق الثيوريز الثانيه بتاعه الجلوكوماتس اوبتيك نيوروباثي وانتي دوت ات مش محطوطه في الاعتبار، كله بيتكلم على كنترول اوف اي او بي. لكن طبعا ما ننساش ان احنا عندنا زي ما عندي كنترول للاي او بي، الثيوريز التانية لازم تتاخد في الاعتبار ان انا اخدها. فانا بحب برضو ان انا اتكلم عن ان انا احسن الاوكلر برفيوجن او الاوبتيك نيرف هيد برفيوجن او ترانس اوبتيك نيرف هيد برفيوجنز. يعني العيان مثلا لو عنده مشكله سيستميك اسكيميك انس او هو فيه حاجه ندي العيان برضو الاولد ايج، غالبا بنبقى عارفين انه من ويرانتير، او عيان مثلا his job او her job بيخليه يتعرض لستريس عنيف وهو عيان جلوكوميتس، احب ادي طبعا انتي اوكسيدنت وانتي ستريس. احنا مش عارفين ايه السيوري اللي ممكن تشغله، ممكن يبقى كوفاكتور، يعني هو برضو ممكن يكون عندي هاي اي او بي او كوفاكتورز. المهم بقى جدا واللي اخذ ايفيدنس بس يمكن كاسكي ما اتكلمش عليه لكن موجود في الكتب الكبيره بتاعه الجلوكوما، اللي هو النيورو بروتكتيف. النيورو بروتكتيف هم عملوا ترايلز كتير على قطرات وعلى اورال تريتمنت، وشافوا قد ايه يعني مين اخذ ايفيدنس فيه، هنتكلم عليهم. فيبقى انا لما اجي اتكلم عن تريتمنت الهدف بتاعي ان اول خطوه او اول كورنر ستونز في التريتمنت ان انا كنترول الاي او بي، تاني حاجه ان انا ادي نيورو بروتكتيف اف ماي بيشنت مثلا ادفانسد جلوكوماتس اوبتيك نيوروباثي او من الناس اللي هم عندهم رابيد بروجريشن جلوكوماتس اوبتيك نيوروباثي. اوكي، الحاجه الثالثه ان انا لو هو عيان اسكيميك او عنده اي اسكيميك انسلتس احسن له البرفيوجنز. خلاص، طيب يبقى دول الثلاث حاجات اللي بتكلم عليهم. طبعا عيانين الاسكيميك مش شرط ان يديك هيستوري ان هو عنده اسكيميك، انت وانس انك شفت
مثلا فوق النوتش دي على فكره بتبقى من الكاتيجوريز جدا اللي هو علامات الاسكيميا، لان اللي هو الميكانيكال جلوكوماتوس اوبتيك نيوروباثي غالبا يعني بيبقى كونسنتريكلي كابينج، يعني كونسنتريك كابينج يعني سيركولار كابينج، ما فيهوش الفوق النوتش اللي احنا اتكلمنا عليها لما اتكلمنا على ازاي نفحص الاوبتيك نيرف هيد. اوكي طيب، بمناسبه ان بقول لكم نفحص الاوبتيك نيرف هيد، انا كان في معلومه كنت بقولها لكم ازاي ان احنا نستيميت الاوبتيك نيرف هيد سايز، وكنت بكلمكم عن العدسات التسعين وازاي ان انا على السليت لامب اقيس واحط كوركشن فاكتور. كان في طريقه تانية زمان بس انا لا انصح بيها، لان انا اصلا ضد فكره الدايركت اوف سالموسكوب. كان بنقول ان الدايركت اوف سالموسكوب لو شغلنا ال 5 ديجري ابريتشر بتاعه والمفروض هو ده ايكوال اللايت سبوت بتاعته، يعني هي ايكوال الافريج اوبتيك نيرف هيد سايز اللي هو 1.5 ل 1.8 اوكي. فلو انت لقيت الديسك اصغر من السبوت سايز دي فغالبا ده سمول، ولو لقيته قدها يبقى هو ده الافريج اوبتيك نيرف هيد سايز، ولو لقيته اكبر هو دوت اللارج اوبتيك نيرف هيد سايز. اوكي يعني دي معلومه بس باين. بس طبعا هو مع الابيدامكس البانديميك سوري اللي احنا فيها، وان المفروض ما يحصلش كلوز ديستانس ما بين البيشنت والدكتور، طبعا الدايركت دوت لا ينصح بيه بتاتا. يعني يعني انا رايي المفروض يشيلوه من اوفثالمولوجي اصلا اكزامينشن ميثودز، هو مش طريقه افكتيف وطريقه فيها كلوز ريليشن ما بين البيشنت والدكتور بطريقه انا بعتبرها يعني ان هيومن. ما دام في طرق تانية اقدر افحص بيها اتس اوكي. هو بس في فكره ان هو ايه بوكيت تول، يعني هيتحط في جيبك ممكن وانت رايح اي قوافل او اي حاجه تقدر تفحص بيه بسرعه اتس اوكي ماشي كده، لكن ما يبقاش ستاندرد في الاكزامينيشن. يعني هو هيبقى ايكو زي مثلا البورتابل سليت لامب، انا مش هستخدم البورتابل سليت لامب وانا قاعده في عيادتي، هستخدمه في حالات معينه خالص، طالعه مثلا عيان نايم في الرعايه، طفل صغير برضو في الحضانه عايزه افحصه وهكذا اوكي. فهو يبقى الدايركت ساعتها اللي هو ايه سبستيتيوت ميثود، مش اسينشال ميثود ان اكزامينيشن. طيب نرجع لكلامنا تاني، يبقى احنا قلنا اول حاجه كنترول الاي او بي، ندي نيورو بروتكتيف اف نيدد خلاص، وبرده انتي اسكيميك ميجرمنت سواء بقى هستخدم حاجات سيستميك او هستخدم حاجات لوكال، وفي حاجات قطرات من الانتي جلوكوما تريتمنت بتشتغل لوكال هايل قوي قوي. اشهر حاجه طبعا البيتوبتيك بتساعد على الاوبتيك نيرف اوبتيك نيرف هيد برفيوجنز. اوكي حتى بيكتبوها بتوع نيورو اوفثالمولوجي في حالات لما بيلاقوا فيه بيل اوبتيك ديسك عيان عنده سب كلينيكال نان ارتريتيك عيون وعايز يحسن ان البرفيوجن بتاع الاوبتيك نيرف هيد، بيحب هم يكتبوا البيتوبتيك اي دروبس. اوكي يعني ما بيبقاش الايم منها ان هي لور الاي او بي، لان هي كاطره اصلا في لورنج الاي او بي هي اطره ضعيفه جدا البيتوبتيك اللي هي البيتكسلول، لكن هي كويسه جدا في موضوع الاوبتيك نيرف هيد برفيوجن دوت. طيب انا خلاص عرفت الهدف بتاعي، ان انا ايه الهدف، ان انا هعالج الجلوكوما ازاي. اول حاجه واللي كانسكي مركز عليها اللي هو كنترول للاي او بي. هعمل كنترول للاي او بي ازاي؟ يا اما بثلاث طرق، يا اما ميديكال يا اما ليزر يا اما سيرجيكال. كل طريقه مفيش حاجه، مفيش على فكره عايزه اقول لكم حاجه، مفيش في الجايد لاينز، يعني انا قريت جايد لاينز كتير جدا في الجلوكوما، مفيش اتنين جايد لاينز اتفقوا على 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 حاجه معينه، يعني مفيش حاجه ستيكي. هي الجلوكوما اصلا فاشنبل تريتمنت، يعني تريتمنت بتفصل اكوردنج تو يور بيشنت والسيركمستانسز والكومبلينس واللايف اكسبكتنسي وحاجات كتير جدا اللي احنا بنقول عليها التارجت اي او بي. اوصل للتارجت ده ازاي؟ يعني انا الهدف في الجلوكوما تريتمنت ان انا اوصل للتارجت اي او بي، مش الهدف انا هستخدم ايه اول او ايه تاني او ايه تالت او ايه رابع. ففكره الفاكسد بيليفز ان تريتمنت اوف ذا جلوكوما حاليا اتنسفت كايفيدنس بيزد ميديسين. ده مش كلامي، لان في فاريشنز عنيفه بين البيشنتس وفاريشنز عنيفه في السوشيال لايف ستايل والايكونوميكال لايف ستايلز وكل الحاجات دي، لانه دوت خلي بالكم دوت ديزيز لايف لونج بيردن بردن بقى كايكونوميك كسوشيال ستايل كلايف ستايل كحاجات كتير ككومبلينس للبيشنت والدكتور بالكومبليكيشنز بتاعته
فهو ديزيز عايز صبر، فالصبر ده بقى بيتخلله حاجات كتير. طيب يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندي التلاتة ماثودز اللي انا اوصل بيها للكنترول اي او بي. طب الاي او بي اللي انا عايزه اوصل له ده هو انه اي او بي، هو مثلا هل في رقم معين يا دكتوره لازم العيان مثلا زي ما احنا عارفين ان احنا النورمال او الافريج بتاعنا احنا كنا بنقول 16 بلس اور ماينس 2 ستاندرد ديفيشنز، اللي هو لما ترجمناها قلنا اللي هي تقريبا من 12 ل 21 ملم مركري في اكتر البوبيوليشنز. لا مفيش حاجه اسمها ارقام فيكسد كده، في حاجه اسمها ان انا التارجت اي او بي اذا فاشنبل اي او بي for every patient which stop progression of the glaucoma either structural or functional. يعني الاي او بي اللي عنده مش هيحصل further glaucomatous optic neuropathy، يعني مش هلاقي كابينج بيزيد، مش هلاقي عندي retinal nerve fiber layer defect، مش هلاقي عندي splinter hemorrhage، مش هلاقي عندي focal notch، يعني فاهمين قصدي، مش هلاقي عندي nasal shaft، مش هلاقي عندي bearing في circumpapillary طبعا further. يعني العين لو جالك اول مره وعنده الساينز خلاص انت الفكره اللي حصل حصل، انت مش عايز الموضوع يوصل ايه انه further progress. اوكي او functional ايه مبقاش عندي في field defect، وقلنا ممكن نتابع بالاو سي تي في البروجريشن بس في المرحله اللي هي mild to moderate. الادفانسد قلت لك ما بيبقاش الاو سي تي reliable، والفيري early في ريسيرش لسه كتير ما اتفقوش فيه على حاجه، لكن وانس انه استابليشد، يعني وانس انه استابليشد الجلوكوما ممكن اقدر اتابعه لعند المرحله السيفير. لا استوب بقى الفولو اب بالاو سي تي، ملهوش اي هدف غير انك تدفع العيان فلوس وخلاص. هتعتمد ساعتها على الفيلد، ومش كل الفيلد قلنا كمان بنعمل اللي هو اللو، زي ما شرحت لكم كده بنعمل اللو فيجن فيلد اللي هو بنخلي التارجت سايز بتاعي 5 او اختار السنترال 10-2 ديجري علشان انا الهدف اشوف السنترال قد ايه بيتأثر في البروجريشن. خلاص يبقى هو ده التارجت اي او بي. فلو لاحظتوا كده من الديفينيشن هو اكيد فاشنبل فور افري بيشنت. طيب بناء على ايه فاشنبل؟ يعني انت برضو خلينا كده ادينا اوت لاينز ازاي تحددي التارجت اي او بي بتاعك. انا دلوقتي ترزي جلوكوما وهفصل التارجت اي او بي لكل عيان، بسال نفسي العيان وهو داخل عليا اللايف اكسبكتنسي بتاعته، يعني هو هيعيش كتير بامر الله، يعني ده كل ده شيء بامر ربنا، ولا هيعيش قليل، يعني هو اولد ايج ولا يونج ايج. كل ما كان يونج كل ما انا كنت عايزه في اللور تينز، اوكي، لانه ده طبعا لونج لايف اكسبكتنسي. تاني حاجه الفيرست اي او بي ات بريزنتيشنز، الفيرست اي او بي ات بريزنتيشن العيان اللي جاي لي اول مره وبقيس له الاي او بي لقيته مثلا 25 و30 غير العيان اللي لقيته 18 او 20 بس اوريدي هو استابليشد جلوكوما ان عنده طبعا كابينج عنده فيلد ديفكت. ده مختلف عن ده. اكيد الهاير اي او بي هنزل بيه اكتر من اللور اي او بي خلاص، لكن الموضوع برضو مش بيمشي كده استريكت. يعني ايه؟ يعني ما افترض ان الهاير اي او بي ده جالي واحد هاير اي او بي خلاص، يعني عنده 30 مثلا الاي او بي بتاعه وانا عايز انزل بيه تحت ال 20، فمثلا قطره واحده مش هتكفي معايا، غالبا هيحتاج قطرتين، ولو ان احنا ما بنشجعش استعمال القطرتين من اول مره لان احنا ما نعرفش الريسبونس بتاع كل بيشنت هيبقى عامل ازاي، وما نعرفش احنا كنا ساعتها في فاريشنز او ان احنا اوفر استيميت لاي حاجه تانية ولا لا. بس اللي انا عايز اقولك عليه ان انا زي ما بقولك الفيرست اي او بي ات بريزنتيشن برضو بيبقى كنترولابل بفاكتورز تانيه. يعني هو لو هاي اي او بي ونفترض مثلا ان هو عنده ما عندوش ادفانسد جلوكوميتس فيلد ديفكت، خلاص انت هتنزل سحب الاي او بي، بس افرض ما نزلش معاك كتير زي انت متوقع ما تقلقش، انت هتتابع بعد كده وتشوف البروجريشن. في ناس الكاب بتاعهم او الاوبتيك نيرف هيد كان ويز ستاند الهاي اي او بي، خصوصا في الناس الكبار او البايوميكانكس بتاعتهم بتاعت الاوكلر كوت اللي هو السكليرا والكورنيا، علشان كده كانوا بيتكلموا عن في الانفستيجيشن عن حاجه اسمها اوكلر هيستريسيس اللي اتكلمنا عليها في قياس الاي او بي، بتقدر تستحمل الاي او بي العادي. يعني في ناس ربنا خلقها كده ما بيحصلش بروجريشن حتى لو الاي او بي 25 مثلا او 27، في ناس ربنا خلقها لا ده بيحصل بروجريشن حتى لو الاي او بي 18 او 16 مع انه في النورمال او في النورمال افريج بتاع الاي او بي. فانت بتشوف بقى الاي او بي ده صحيح هاي او لور ات فيرست بريزنتيشن، لكن برضو لازم تكورليت مع اللايف اكسبكتنسي، واهم من اللايف اكسبكتنسي الفيلد اوف فيجن او الفانكشنال لوس. لو العيان عنده فعلا سيفير لوس فيه وحتى لو لور اي او بي انا محتاج انزل بيه 30% على الاقل من اول مره، يعني سي هو عنده 18 وجاي
وجايب ادفانسد جلوكومتس فيد، يبقى انا هنزل 30%. يعني انا عايزه العيان بتاعي ده ينزل 6 مللي متر ميركري، يبقى انا التارجت اي او بي بتاعي بقى بغض النظر عن سنه لازم يكون 12، يعني سواء كبير او صغير. سي بقى ان هو 25 وجايب فيلد يعني يا دوبك ما فيهوش الا بارا سنترال او نزل ستيب بارا سنترال سكوتوما او نزل ستيب، وهو جاي في الثلاثينات، اوكي لا ممكن انزله 20% او 25 اللي هو العادي واستنى عليه. فهو لو جاي 30 وعايز انزل 25% هينزل 6 فيبقى 22، واشوف اتابع الفيلد بتاعي والاوبتيك نيرف هيد بتاعتي ما بيحصلش بروجريشن، و22 اتس اوكي بالنسبه له خلاص هو العيان ده التارجت اي او بي بتاعه 22. لا وانس ان هو ديتيريوريت لا يبقى ساعتها اري ايفالويت موضوع الاي او بي تاني. فالتارجت اي او بي بيعتمد على كذا فاكتور. طبعا في فاكتورز تانية يعني برضو لازم اكوريليت الاي او بي بتاعي بالسي سي تي اللي هو السنترا كورنيا سيكنس، عشان احنا قلنا طبعا كل ما كان ثين كل ما كان اندر استيميت، كل ما كان ثيك كل ما كان اوفر استيميت. العيانين بتوع النورموتنسف جلوكوما يقال ان هم بيستفيدوا من ان انا الور الاي او بي قوي، يعني 30% من اول مره، لان هو الثيوري بتاعت النورموتنسف جلوكوما بتقول ايه؟ بتقول ان هو العيان ده اصلا مش مشكلته هاي اي او بي، ده بروفايدد ذات بقى ايه ان السنترا كورنيا سيكنس بتاعه كويس صح، يعني وزن افريج ريزلتس، والاي او بي بتاعي والاي او بي بتاعي نوت اندر استيميتد اور اوفر استيميتد. خلي بالكم انه احيانا النورموتنسف جلوكوما ده لما نعمل لهم السنترال كورنيال سيكنس يطلع ان هو اندر استيميشن اي او بي، ساعتها ما تشخصي بقى لو سمحت ما تشخصي النورموتنسف جلوكوما، هو هاير اي او بي جلوكوما عادي او هايبرتنسف جلوكوما عادي خالص، لكن كل ما في الامر احنا اندر استيميت الاي او بي بتاعه، فبنحط ساعتها كوركشن فاكتور في الموضوع دوت. وقلت لكم بالوايم كده تحت ال 470 كل 13 مايكرومترز بكوركت ب 1 مليمتر ميركري خلاص. طيب ده بالوايم، لكن طبعا الاجهزه اللي هي زي الاوكلر هيستريسيس والاو ار اي اللي هو والحاجات دي بتوفر بتكمبنسيت للموضوع دوت. وفي حاجه برضو جهاز جديد طالع كده بتوع الريفراكتيف بيستخدموه اسمه كوفيز، يشبه الهستريسيس بس معاه مع الهستريسيس شامفلينج فلو، فبيديك يعني زي 3 دي انتيو تشامبر سوري 3 دي انتيو سيجمنت ايمج، وبيديك الهستريسيس بتاعتها في نفس الوقت برضو. طيب anyway خلاص احنا اتفقنا على التارجت اي او بي. طبعا قلت زي ما قلت لك في فاكتورز ثانيه، يعني الريس، يعني كل مكان افريكان كل ما اعرف اللي هم الافريكان ديسنت عارف ان البروجريشن بتاعهم اعنف من الوايت بوبوليشن بيبقى اقل شويه. الفيميل يقال ان هي برضو بروجريسيف اعلى، يعني قول مايوب في كذا حاجات بس هي اندبندنت فاكتور. هم اشهر ثلاثه اندبندنت فاكتورز طبعا احدد عليهم التارجت اي او بي بتاعي، هيبقى اللايف اكسبكتنسي والاي او بي وايه تاني، وقلنا الفيلد او الفانكشن وستراكشر اوبتيك نيرف هيد ديفكت. طيب احنا هنشوف بقى الميديكال تريتمنت بتاعي. الفكره بقى كلها ابتدي بميديكال تريتمنت، يعني برضو انا عارفه ان انا مطوله في الانترودكشنز بس الانترودكشن ده عشان تفهموا انا ابتدي بميديكال تريتمنت ولا ليزر ولا سيرجيكال يا دكتوره. تعالوا نراجع الايفيدنس اللي عندنا. كان ككلاسيك تيتشنج طبعا بنتكلم على الميديكال تريتمنت هو الفيرست لاين اوف تريتمنت اوف ذا جلوكوما، بنقول العيان لو كنترولد خلاص انا ما بعملش سيرجيكال ولا بعمل ليزر. اتنسف الكلام ده حاليا بالإيفيدنس بيس، دلوقتي طلعت اللي هي دي اخر تقريبا إيفيدنس او اخر ترايل اتعملت اسمها لايت. لايت دي بتقول ان الليزر ترابيكولوبلاستي هو الفيرست لاين اوف تريتمنت اوف اوبن انجل جلوكوما، وحطوها كفيرست لاين وما قالوش ان هو الميديكال تريتمنت. طيب هل السيرجيكال اخذ الميديكال؟ طبعا تريتمنت كفيرست لاين
كان اتحط في ترايلز كتيره، اشهر ترايل طبعا الترايل دي بنعرفها بس عشان ام سي كيو والناس اللي بتدخل امتحانات الزماله وكده. انا يعني انا اسفه ان انا ما جبتهاش بس انا هقولها لكم، ركزوا معايا. اول ترايل اللي هي ايرلي مانيفست جلوكوما ترايل اسمها اي ام جي تي، يعني هو ده خلاص ده عيان اوريدي دايجنوزد انه جلوكوما، وفي الايرلي بتاع كان بيكمبير هي اللي يدي تريتمنت ولا ما يديش تريتمنت. وكان في الجروب اللي استخدم فيه تريتمنت استخدم بيتا بلوكر بس مش اي نوع، استخدم البيتوكسلول، واستخدم في او عيانين تانيين عالجهم بالارجون اللي هو الكلاسيك الكونفنشنال ليزر ترابيكلوبلاستي، هنتكلم عليه بعد كده في الليزر ان شاء الله. خلاص الاستادي دي طبعا قالت ان 65% من الناس اللي مات عالجوش حصل لهم بروجريشن، اما 45% من الناس اللي اتعالجوا ما حصل بروجريشن، فتقريبا كان في فرق 20% من اللي اتعالجوا ما اتعالجوش في الايرلي تريتمنت. لكن طبعا في الاستابليشد ميدل مودريت وادفانسد ما ينفعش ما تعالجش، احنا بنتكلم في الايرلي اللي هو لسه يعني عنده حاجه سكوتوما لا تكاد تذكر. في كانوا بيحاولوا يشوفوا ان احنا لو سيبنا عيان الجلوكوما كده من غير تريتمنت هل هيبروجريس ولا لا، فما حد فدول عادي يستخدموا الليزر او يستخدموا الميديكال تريتمنت. جت بقى اللي هي كولابوريتيف نورموتنسيف جلوكوما ستادي، لا دي استخدمت في الجروب اللي تريتد فيرسس نون تريتد استخدموا بيتا بلوكر او الفا 2 اجونست اللي هو زي البرومينيدين، وكانوا طبعا الايم بتاعهم ان هو بينزل 30% من اول مره زي ما قلت لك في انه ريديوس الاي او بي. الاستادي دي اختصارها سي ان تي جي اس، اوكي كولابوريتيف نورمال تنشن جلوكوما ستادي. الاوكلر هايبرتنشن تريتمنت ستادي مش هكلمك عليها دلوقتي بس هو استخدم ميديكال تريتمنت، انا هكلمك عليها في الاوكلر هايبرتنشن. وبعد كده كان في انيشال جلوكوما تريتمنت مش ايرلي مانيفست بقى اسمها كولابوريتيف انيشال جلوكوما تريتمنت ستادي، ده بقى اللي بدا يقارن ما بين الميديكال فيرسس السيرجيكال. خلاص في الاوبن انجل جلوكوما قال ان الاي او بي كان بيقع كويس جدا اب تو 48% من السيرجيكال، فينفع مع الناس اللي هم الهاير اي او بي. خلاص وبعد كده الميديكال كان اكبر حاجه وقع بيها 35% اللي هو لورنج للاي او بي، وان على طلعوا يعني ريزلتس بعد 8 سنين من الترايل دي قالوا ان السيرجيكال جروب كانت ستابيليتي از بيتر. وانا قابلت ناس جلوكوما سبيشاليست يعني معتبرين هم بيحبوا السيرجيكال، خلاص يعني هو انت العيان مش كومبلينت مش ميديكالي كنترولد من الاول حصل شويه بروجريشن هو بيرش على السيرجيكال تريتمنت، لان هو برده بيعتمد على فكره الاستابيليتي اللي ما بيحصلش فاريشنز، لان هو مش شرط ان انا اوقع الاي او بي بس او لور الاي او بي، قد ربما يكون وانا بقيس له الاي او بي هو وقع. المشكله في الاي او بي هو الفيزنج ان انا اقيسه في ال 24 ساعه وده ما بنقدرش نعمله. خلاص لان انا اصلا عندي وعندي عيانين الجلوكوما عندهم مشكله الدايرونال فاريشنز العنيفه في الاي او بي، هو دي اللي بيعانوا منها اكتر. فممكن تكون انت وهو جاي لك العيد انت بتقيسه في الحته اللي هو فيها لور اي او بي فمتهيالك ان هو كنترولد خلاص، لكن هو مع الفلكتويشن دوت الاوبتيك نيرف هيد بيتاثر جدا. هو يعني اصلا عشان تبقوا عارفين بيتقال ان الاسكيميك انسلتس او الجلوكوما بروجريشنز بيحصل لو مع الفلكتويشن في الاي او بي او بيحصل مع الهايبوتوني ستيج اللي هو افتر جلوكوما سيرجري. ليه؟ فكره ان الاي او بي يفلكتويت حوالين الاوبتيك نيرف هيد كده مره 10 ومره 30 مره مش عارفه 8 ومره 25، دي احنا ما بنحبهاش كجلوكوما سبيشاليست. فما تفرحش ان انت كنترول البيشنت بتاعك، اتاكد بس انه نوت فلكتويتنج اي او بي. ان شاء الله حتى تحجزه عندك او 8 ساعات مع المساعد بتاعك او انت بنفسك وتقعد تقيس كل فتره كل ساعه عشان تاخد الترايلز. طيب الميديكال تريتمنت دوت يبقى فكره يبقى خلاص يبقى احنا قلنا كده الترايلز اللي اتكلمت قلنا لايت دي اللي قالت الليزر، وقلنا كولابوريتيف انيشال جلوكوما تريتمنت ستادي قالت السيرجيكال، بقيه الاستاديز كانت بتتكلم على الميديكال. وفي ستادي واحده بس اتعملت بقى اللي هو بنقول عليها تي في تي، دي هنتكلم عليها اللي هو تيوب فيرسس تراب او ترابيكليكتوم، يعني يزرع قال لك لو انا هشتغل سيرجيكال ازرع اللي هو اسمه زي احمد فالف والحاجات اللي هي تيوب يعني شانت تيوب، ولا ازرع ايه ولا ازرع ولا اعمل تراب اللي هو سابسكيلير ترابيكليكتومي. الناس دي ادت دول نتيجه ودول نتيجه،
يعني مرة قالوا كانوا أول results طلعوها قالوا إن الكومبليكيشنز بتاعة التيوب أقل من الكومبليكيشنز بتاعة التراب، لكن على اللونج ران طلعوا حاجة قالوا إن التراب stable أكتر من التيوب. فما حدش برضو بيرش للتيوب إلا في الريفراكتوري جلوكوما، وهنعرف الريفراكتوري دول بيبقوا عيانين معينين أصلا يعني. وحتى في الديفينيشن بتاعها بنقول عليها failure of two يعني successive سوري تو كونسيكوتيف تراب او وان تراب ويز مايتوميسيس. لو العين ده فيلد وده فيلد يبقى بيسموه ريفراكتوري جلوكوما. ساعتها بتفكروا في العمليات زي الشانتس. في طبعا العمليات الجديده اللي انت سمعتوا عليها اللي اسمهم الماكس او مينيمال انفيزيف جلوكوما سيرجي، والليزر دلوقتي اضاف له اضافات جديده دلوقتي اللي هو الدايود مايكرو بولس، سواء بقى بنعمل بيه دلوقتي سايكلو ابليشنز او بنعالج بيه حتى ايفن الاوبن انجل جلوكوما. يعني كان زمان بيتحط في الريفراكتوري جلوكوما في الاند ستيج عشان يبقى ديستراكتيف ميثود، لا دلوقتي بيعملوا بيدي جوفينيتنج للسيلياري ايبيثيليوم عشان يقلل السكريشن بتاعها، سواء بيستخدموه اندو او ترانسسكليرال، وصنفوه كميكس. ودي كانت من الحاجات الجديده برضو اللي ظهرت في الفتره الاخيره، بس لسه برضو ما فيهاش ايفيدنس كتير. طيب anyway هنرش بقى للميديكال تريتمنت بتاع الجلوكوما اللي كانسكي كاتبه. انا هقرا معاكم وما فيش بقى كلام كتير بعد اللي انا قلته، غير ان انا بس عايزه اديكم زي مسج في الاول. اهم حاجه تفهم عيانك هيحط القطره ازاي، دي بقى من الحاجات اللي ما ينفعش تكتب له القطره وتروحه، لا ده انت تقعد معي وتخليه يجيب القطره ويستعملها قدامك وتشوف. لازم تعلمه ازاي ان هو يماكسمايز الابزوربشن اوف ذا اي دروبس، هاو تو ماكسمايز الابزوربشن اوف اي دروبس. اكيد كلكم اتعلمتوها من السينيور ان انا ما احطش قطره فوق قطره، على الاقل اسيب 3 دقائق ما بينهم لعند ما يحصل 50% ابزوربشن. تاني حاجه ان انا اعمل جنتل كلوجر للاي لمده 3 دقائق. ثالث حاجه ان لو اقدر اعمل البانكتال اكلوجن يستحسن اعمله علشان برضو اقلل انه يحصل لها درينج وتبقى ابزوربت فيا الكورنيا اند سكليرا. اوكي دي الحاجات اللي هي هاو تو ماكسمايز الابزوربشن، دي يبقى دي اول حاجه تتاكد وعيانك هاو تو ماكسمايز. تاني حاجه تتاكد ان عيانك الشخصيه الكومبليت، مش شخصيه تقول لك حط وتروح ما تحطش وانت عمال تتابع ومش عارف عيانك بتتيريوريت ليه، وهو الموضوع ببساطه بيبقى في الكومبليت. تالت حاجه لازم تشرح لعيانك النيتشر اوف ذيس ديزيز، دي حاجات على فكره مهمه جدا. ان شاء الله حتى تعمل برينت اوت تطبعه كده في وقت رواقه وتخليه عندك في عيادتك. لو انت ما بتحبش تتكلم مع العيانين كتير على الاقل اعمل برينت اوت اشرح له النيتشر اوف ذا ديزيز، ان هو حاجة كرونيك وان هو silent thief of the vision. هو لما يعرف ان هو silent thief of vision هيبتدي هو اصلا يبقى قلقين ويعمل. ولو في وان how to يعني انك تشجع change من الحاجات النيتشر ديزيز، انك encourage lifestyle change. lifestyle changes ان هو برضو لو هو بياخد fast foods الحاجات اللي فيها oxidant كتير حوالينا، ايفن حتى لو بيتعرض للشمس يعني هي حاجه مش في الافيدنس، بس انت دور على اي حاجه ممكن تعمل اوكسيدنت ستريس بما فيها القلق حتى والتوتر والاكتئاب والتايب اوف فود والسيدنتري لايف، وانه ما فيش مثلا ما بيمارسش سبورتس او حاجات من دي. دور على الحاجات دي وبليز بليز انستراكت هيم تو يعني ان هو تشينج اللايف ستايل. الحاجات دي كلها تفرق معاه جدا في الميديكال treatment of glaucoma. بعد كده بقى ندخل على الدروبس بتاعتنا، يعني هنشوف كانسكي كاتب ايه، واي حاجه مش مفهومه هشرحها لكم. It is important to attempt to maximize. ايوه maximize طبعا، انت اللي attempt ان بيكلمك انت الدكتور مش العيان يعني. By provide maximize the compliance by providing a explanation of disease and rationale of treatment، وتبقى مفهمه طبيعه التريتمنت بتاعتنا احنا طبيعتها ايه. طيب هو بيقول بعد كده لازم تدسكس طبعا الميديكيشنز ديت البريسكرايبد انكلودنج التكنيك والتايم اوف ادمنستريشن والبوتنشال ادفيرس افكت اند اولسو اسينشال بروفيجن اوف ريتن انفورميشن مي بي هيلبفول. نفس الكلام اللي انا قلته لك، موست جلوكوما ميديكيشن ار ادمنستريد توبيكال بات سيجنيفيكانت سيستميك ابزوربشن كان ستيل اوكي ويز ريزالتنج سيستميك ريسك فاكتورز اوكي ادفيرس افكت سوري سيستميك ابزوربشن مي بي مينيمايزد باي لاكريمال اوكلوجنز، دي اول حاجه احنا عارفينها خلاص، و او كلوزنج الاي فور 3 مينيت. طيب ده هيقلل سيستميك ابزوربشن بكام؟ ب 50% او انك تعمل بريشرز هو بيقول لك يعني تعمل بانكتال اكلوجن ازاي، اهو انك تقفل اللاكريمال ساك دي ميجر او برونج الاي دراج كونتاكت، دي حاجات المفروض انت اتعلمتها في عون نيتك. طيب
برضو بيقول لك خلي بالك انه علشان في بعض القطارات من مشاكلها انها او حتى ايفن القطارات اللي بنقول عليها ميديكامنتوزا توكسيك ميديكامنتوزا ساعات تنزل على السكين، ودي انا شرحتها في تشابتر الايلت، وتعمل نوع من الكونتاكت درماتيتس. فانت عشان تقلل الكونتاكت درماتيتس دي، ولان في عينين فعلا عينين جلوكوما من احد الحاجات اللي يرجعوا يشتكوا بيها الكونتاكت درماتيتس، تلاقي الليد حواليه كله ماسريتس وفي سكيلز وكراستس وحاجات وكده، فقال لك برضو ممكن تفهمه ان ما يحصلش بلوتينج اوف اوفر فلو فروم ايليد ويز كلين دراي تيشو، يعني يبقى حاطط زي منديل او حاجه ساعه ما بيحط القطره حوالين اللور ليد علشان ما يحصلش اوفر فلو للدراج على الجلد، عشان ما يحصلش سكين كونتاكت ما بين الدراج وما بين ما بين السكين يعني، فما بيحصلش بقى الكونتاكت درماتيتس دي، وبعد كده تشيله يعني immediately after installation اهو. اوكي طيب، دي برضو معلومه حلوه تشرحها للبيشنت بتاعك. الجلوكوما ميديكيشن must be avoided in pregnancy if possible. ليه بقى؟ لان انتوا عارفين في حاجه اسمها ان البريجننت الادويه عموما احنا قلنا في سيستميك ابزوربشن، وانا اصلا اي حاجه دروبس عندي هيحصل لها سيستميك ابزوربشن. في الادويه عندي دايما بنعملها كلاسز، عارفين ان هو كلاس A وB وC وكده، ده ليه علاقه بالتراتوجينيستي. فانا عندي كلاس، انا عموما البريجننت احنا بنديها كلاس C او D، ما بنديش الA والB خلاص، او نعمل حاجه مش ملهاش علاقه بالسيستميك ابزوربشن زي الليزر. فايه اللي بينفع مع البريجننت الناس اللي هم البريجننت، سوري، لو هقدر افويد الدراجز، بس ده صعب شويه، هافويد الدراجز. طب امال ايه هنعمل معاهم عشان تراتوجينيستي وخصوصا الكربونيك انهيدريز؟ اوعى توصفه ابدا. اوكي، ايه اللي هينفع معاهم؟ هو كلاس سي الحاجه الوحيده اللي نافعه، الالفا 2 اجونست اللي هو البيرومينيدين، ده اللي هو كلاس سي اللي هو ما ثبتش ليه اي تراتوجينيستي ان هيومن، ده الوحيد اللي ينفع. او نعمل ليزر للعينه لو احنا قلقانين خالص من التروبسي، يبقى عينه جلوكوما وبريجننت، هتدي يا اما الالفا 2 اجونست يا اما تعمل الليزر. طيب الاطفال الصغيرين الكونجنتال جلوكوما هم علاجهم سيرجيكال، لكن لو انا مضطريه استخدم ميديكال، هي دي كانسكي مش كاتبها هنا، لو انا مضطريه استخدم ميديكال في الاطفال الصغيرين قبل ما هيدخلوا سيرجري، بس هم هي اي او بي وانا مش وانا انا عليهم من الاي او بي العالي دوت، نيفر ايفر تستخدم بقى فيهم الالفا 2 اجونست اللي هم البرومينيدين او مجموعه الادرينالينز او اللي هم الادرينوجينيك كان سيمباثوميماتكس، يعني لانه زمان كانوا بيستخدموا الادرينالين في الجلوكوما بس محدش بيستخدمه دلوقتي. ليه بقى؟ لانه هو كان بوس اللي عند سن سنتين كان بوس البلاد برين باريرز، وطبعا هيعمل ايه؟ هيعمل سي ان اس، هيعمل مشاكل سي ان اس، طبعا ده الفا 2 اجونست انت هيباص البلاد برين بارير. تاني حاجه خلي بالك برضو ان في مجموعه، طب الاطفال مسموح لهم بايه يا دكتوره؟ الاطفال عادي انت ممكن تدي التيميلول بس ويسكوشن، يعني اللي هو البيتا بلوكرز، لان ممكن تعمل برضو برادي كارديا، فتفهم الام دي بقى المهم جدا تفهم الام انها لازم بانكتال اكلوجن، مش عايزه اي سيستميك ابزوربشن، ولو حست بتزييق في صدره، المشكله بقى في البرونكوس باز، لو حست باي تزييق في صدره او كده تطلع على الامرجنسي روم على طول. فممكن تدي البيتا بلوكر وممكن تدي الكربونيك انهيدريز انهبيتور، بروفايدد ذات ان انت متاكد ان عينك ما عندوش مشكله تانية في البلاد زي السيكل سيل انيميا، ما ينفعش تدي معاهم الكربونيك انهيدريز. فالاطفال ما فيش ميجرمنت كتير متاحه بالنسبه لي غير مجموعه البيتا بلوكر والكربونيك انهيدريز، وممكن تدي البروستاجلاندين، ما فيش قلق برضو يعني anyway، بس كل حاجة انت برضو بتبقى مركز معاها شوية. طيب هنيجي بقى للمجموعة اللي هم جلوكوما والناس الكبار بالذات وبياخدوا منومات، لانتوا عارفين بيحصل اصلا جيرياتريك ديبريشن وبيحصل ديستربنس اوف تسليم ريتم عندهم وكده، ففي ناس كتير جدا على فكرة في الجيرياتريكس، ومش لازم يقولك، فانت لازم تسأل عن حاجة زي دي، ان هم بياخدوا مجموعة الماو او التراي سايكليك انتي ديبريسنت، ده ممكن ياخدها عشان حتى ينام بالليل، لان هم بيعرفوش يناموا بالليل الا بيه. فدول برضو خلي بالك ما ينفعش تاخدوا مجموعات السيمباثوميماتيك اللي هم مين، اللي هم هنرجع تاني ما بناخدش دلوقتي احنا الادرينالين، لكن ستيل عندنا بناخد ايه الالفا 2 اجونست البرومينيدين. فدونت بريسكرايب البرومينيدين لعيان كبير في السن الا ما تساله
انت بتاخد حاجة للاكتئاب شيخوخة او حاجة منومة وتعرف هي في انه مجموعة. لكن هو طبعا في سيلكتيف سيرتونين ده ما فيش منه مشكلة، ده كومن قوي، الكبار بالذات بيحبوا يدوم تقريبا تراي سايكليك انتي ديبريسنت عشان ان هو بيساعد على النوم اكتر من ان هو بيعالج الاكتئاب. خلي بالك من المعلومات دي وانت بتوصف لعيانك. طبعا مش المعلومه المشهوره البيتا بلوكر، ودي هناخدها دلوقتي حالا، ما ينفعش ياخد تدي بيتا بلوكر للعيان الا ما تسال على الكاردياك ستيت والريسبيراتوري ستيت. وبيتقال ان ما تدوش للديابيتك عشان بيدخل في سايلنت كوما يعني anyway. فمش بنركز قوي في حته الديابيتك دي لان ساعات ما بيبقاش قدامنا اصلا التشويز من ناحيه الايكونوميك غير البيتا بلوكر، فغصبا عننا بنكتبه. لكن طبعا لو هو بقى برونكوسباستيك او برادي كاردييك بيشنت، لا ده نو واي، ما ينفعش، ده لايف ثريتنينج يعني. في بقى دلوقتي كلاسز جديده طالعه، اول حاجه ان هم بيحاولوا يعملوا بريبريشنز تدحقن سبكونجكتيفال، لان هو المشكله انه ما بينفعش الدروبس الموجوده حاليا تدحقن سبكونجكتيفال. ليه؟ عشان الوش اوت بتاعها سريع. انتوا عارفين انتوا عمليات الناس اللي بتعمل كاتريكت لما بيحقنوهم اخر العمليه كده سبكونج، بيحقنوا اللي هم الهيدروكورتيزون والانتي بايوتيك، الوش اوت بيحصل بعد ساعتين يا جماعه. ترانس كونجكتيفال فيزس وش اوت بتاعها سريع جدا. فانت عايز حاجه ديبو، الديبو زي الاكينا كورت ماتيريال او الديبروفوس البيتا ميسازون والحاجات دي، علشان تفضل زي كريستال لايك سلو ريليزنج. فما فيش في الدروبس بتاعت الجلوكوما عندنا الديبو افكت دوت، فهم بيحاولوا يحملوا الحاجات دي على الليبوزوم الديبو اهو اللي هو الجمله اللي كاتبها ده، ويحقنها سب كونجكتيفال انجكشن. دي طريقه جديده. في طريقه ثانيه اللي هي كونتاكت لينس ميثودز لودد برضو بجلوكوما ميديكيشن، اعتقد نزلت الماركت في اوروبا لكن هي لسه ما جاتش مصر، برضو طريقه ظريفه عشان يضمن انه يكنترول ال 24 اور اي او بي فلكتويشنز. طيب المجموعات بتاعت الميديكال تريتمنت، اول مجموعه اللي هي البروستاجلاندين دريفاتيفز. البروستاجلاندين هو كانسكي حاططها هنا على اساس ان في جايد لاينز الاوروبيه تقريبا محطوطه البروستاجلاندين فيها فيرست لاين اوف تريتمنت اللي هو الميديكال. بس هي مشكله البروستاجلاندين عندنا ان ايجيبت مش كل الناس كان افورد ات، لان هي هتبقى عايزه لو بيستخدم قطرة للعينين وممكن يحتاج قطرتين في الشهر، يعني غالبا هيدفع 300 باوندز، وده احيانا على الناس اللو انكم او البور بيبل اللي احنا بنشوفهم في مستشفيات الجامعه والمستشفيات العامه، لا ما كانت افوردبل. ولا احيانا بعض المستشفيات بتبقى موفره تبع التامين الصحي بس مش كل المستشفيات، فهي دي مشكلتها. لكن طبعا لو العين كان افورد، لا هي الفيرست لاين اوف تريتمنت انلس شويه حاجات كده اللي هي تعتبر كومبليكيشن بالنسبه لها. في احيانا بيبقى يعني في عيانين ما ينفعش برضو ان انا ادها لهم، يعني السكندري جلوكوما اللي هم اليوفيتك لا يستحب ان احنا نكتب البروستاجلاندين. هو مش it should be يعني مش نفي قاطع فيها، يعني it should be عيانين اللي عندهم history of herpetic corneal diseases او herpetic حتى even uveitis. العيانين برضو اللي عندهم مشاكل في blood aqueous barrier، خلاص هم اشهر الناس عندهم مشاكل في البلاد ايكويس بارير هم عيانين البروستاجلاندين. ولو ان يقال الناس الديابيتك والجلوكوما برضو نفس الكلام. العيان اللي عنده ماكلر اديما لاي سبب من الاسباب برضو ما بنحبش البروستاجلاندين. برضو البروستاجلاندين لو العيان هو مخطط انه يدخل يعمل سابسكليرا، لان البروستاجلاندين هي انفلاماتوري، تعتبر كان هي بروموت الانفلاميشن، فعشان هي بروموت الانفلاميشنز دي ممكن تزود السكارينج افكت فتعمل فيلير اوف ذا بليب. فالعيان بتاعك لو مخطط يعمل سابسكليرا قريب برضو بلاش البروستاجلاندين دريفاتيفز. بريكاتراكت ولا لا، هي ملهاش رول قوي يعني، ما فيش ايفيدنس في الموضوع يعني، هي ات ماست بي كويشنبل يعني. لكن هي طبعا جميلة جدا ان هي وانس فالكمبلينس بتاعها عالي، جميلة جدا في ان هي دروب بتاعهم الافريج بتاعه 30% من الاي او بي وفيري افكتف، ما بيحصلش منها ووش اوت سندروم، يعني مش بعد شهرين ثلاثة تلاقي العين ما بقاش يجيب معاك نتيجة زي ما بيحصل في البيتا بلوكر. والاجمل منها في البروستاجلاندين ان هي بقى القطرة الوحيدة اللي اخدت مؤخرا الافيدنس بتاع النيورو بروتكشن،
يعني كانوا بيعتقدوا ان البرومينيدين هي نيورو بروتكتيف، لكن للاسف لما دخلوا فيس 3 على قطره البرومينيدين اكتشفوا ان ما فيش اي افكت لها كان نيورو بروتكشن، ورجعوا تاني قالوا لا هي مش نيورو بروتكتيف ولا حاجه، ولو ان بعض الرماديين ما زالوا يعتقدوا انها نيورو بروتكشن. بس اللي طبعا بيتابع الافيدنس والترايلز اللي بتتعمل على الاطراف دي هيعرف ان هي مش نيورو بروتكتيف، هي البروستاجلاندين هي النيورو بروتكتيف. طيب البروستاجلاندين احنا عارفين اصلا هي اصلا في الاساس هي انفلاماتوري ميديتور. طب هي تشتغل ازاي؟ هم اسمهم بروستاجلاندين انالوجز. اولا هم برو دراج وبيتكسروا في الكورنيال ستروما، لما بيمتصوا بيتحولوا لاكتيف دراج في الانتيريور تشامبر، فعشان كده مش وارد قوي ان هم يعملوا لي انفلاميشن على الاوكلر سيرفيس عنيف زي ما احنا متخيلين، عشان ما حدش يقول لي طب انت بتحطي انفلاماتوري ميديتورز طب ما ده هيهيج الاوكلر سيرفيس. هو برده هيهيج بس مش كتير قوي لان هم برو دراج. اوكي طيب الحاجه الثانيه، هم اهم فاكتور بيبروموت ات في البروستاجلاندين هو الاف 2 الفا. الاف 2 الفا ده بيشتغل على يطلع انفلاماتوري ميديتور تاني اسمه ماتريكس ميتالوبروتينيز ام ام بي، وده يروح جاي. ايه بقى الماتريكس ميتالوبروتينيز ده بيعمل ايه؟ ده بيكسر. الله انت عايزه تكسري؟ اه انا عايزه اكسر، انا عايزه اكسر شويه ماتريكس عشان افتح البورز اللي موجوده عندي علشان يحصل درينج لل درينج للاي او بي. ده ايه الثيوري الغريبه دي؟ هو ده فعلا ده اللي بيحصل، بس لقوا ان هي بتشتغل اكتر على اليوفيوس كليرال اوت فلو، هي بتشتغل على السيلياري بادي يعني بمعنى اصح، فبتكسر في طبعا اليوفيوس كليرال ده بيتم اصلا عن طريق اللونجيتودينال ماسلز والمسكيه سبير، وبعد كده يطلع على الايه الابس كليرال فيزلز. اوكي فهي بتفتح زي بتفتح فيه، وبرده لقوا لها افكت على الترابيكولار مش ورك، بتفتح الماتريكس ميتالوبروتينيز دي تكسر لي شويه في الماتريكس فتفتح لي بورز فتقلل الريزيستنس. يبقى بتشتغل على بتشتغل على حاجتين، غير ان لقوا لها نيورو بروتكتيف افكت، لانه لقوا في لينكج ما بين البروستاجلاندين اف 2 الفا والنيتريك اوكسيد اللي هو واحد من اللي هو واحد من الفازودايليتورز اللي بيشتغلوا على الاوبتيك نيرف، فبيعمل ريمودلنج. يعني هو النيتريك اوكسيد دوت اوكي فازو دايليتور، بس المشكله ان هي عشان فازو دايليتور فلما بيحصل عندي يوفيتيك جلوكوما او اي حاجه هيكسر فيها البلاد اكويس باريرز لا يستحب، وعشان هي فازو دايليتور لا يستحب لو عندي سيستويد ماكولار اديما او عندي ريسك اوف سيستويد ماكولار اديما. وهي اصلا من الكومبليكيشن بتاعتها بتعمل انتيريو فيتس في واحد منهم بيعمل anterior uveitis، هو واحد بس اللي لينكد في الانتيرور uveitis مش كل البروستاجلاندين لقوه بيعملها. هقول لكم حالا اسمه طيب احنا بس خلاص احنا دلوقتي اتكلمنا عن هاو تو ان هي بتشتغل ازاي. طيب هو الكومبليكيشنز التايبز بتوعها، معلومة أخيرة بس عايزة أقولها لك، في أنت بنحب نديها once at bedtime. بعد شوية هقول لك حالا إن البيتا بلوكر ما ينفعش تديها at bedtime، هقول لك ليه. المعلومة التانية اللي هقولها لك، ما تحطش قطرتين بروستاجلاندين على بعض، ما فيش additive effect ليهم أو lowering الأي أو بي أكتر زي ما أنت متخيل. هو تايب واحد بس اللي هتستعمله، ما جابش ريسبونس. الصح بقى لو كجايد لاينز إنك تغير ال هتشنج القطر اللي انت بتستخدمها في البروستاجلاندين. يعني انت الاول مش بتنط على كلاس تاني غير من اذروايز البروستاجلاندين. هو البروستاجلاندين حوالي تقريبا 5 انواع موجودين حاليا في الماركت كاسم علمي، فالمفروض مثلا عينك ما تحسنش سي اعترافو بروست، نط على البيماتو بروست او اللاتانو بروست. اللاتانو بروست هو مشكلته ان هو الافكت بتاعه اقل من بقيه اخواته، لكن هو كان لقوه فيور سايد افكتس. فالناس اللي ما بتستحملش السايد افكتس بتاعه البروستاجلاندين بنقول لهم استخدموا اللاتينو بروست، لكن هو مش افكتيف
مش افكتيف قوي زي بقية اخواته. يعني انتوا هتلاحظوا حاجة كده، ان كل الـ يعني اللاتانو بروست تركيزه المفروض 5 من 1000 في 5 من 1000 في 100. خلاص الترافو بروست اللي بعديه دوت هتلاقوا تركيزه 4 من 1000 في 100، والتافلو بروست اللي هيجي في الاخر دوت تركيزه 15 من 1000 في 100، او يعني 1 من 1000 في 100، ما عدا البيماتو بروست الوحيد اللي تركيزه 3 من 100 او في 1 من 100 في 100، يعني تركيزاته من 100%، لكن اللي هم بقيس البروستاجلاندنز من 1000 في 100. في حاجة جديدة طالعة في السوق اسمها لاتينو بروست بوند، ده تركيزه 24 من 1000 في 100، بيتقال ان هو معاه نيتريك اوكسايد يعني عشان ينكريز برضو الكونفنشنال اللي هي ترابيكولار مش ورك اوت فلو بتاعها. طيب هنرجع نقول ايه دلوقتي بقى، مين اكتر اللي بيسقفوا له قوي دلوقتي؟ يعني الناس بتحب صراحه ترافو بروست، بس ترافو بروست السايد افكتس بتاعته عنيفه. اللي بيسقفوا له اللي هو الجديد حاليا، كل الشركات عماله تسوق له اللي هو التافلو بروست، بيقولوا ان هو بيجيب افكتف اكتر، وطبعا هو بريزرفتيف فري. اللي بيماتوا الشركه المنتجه لترافو بروست برضو طلعت منه بريزرفتيف فري، او بيحطوا معاه اللي هو البيوريت بدل ما يحط البنزلكونيوم كلورايد اللي بيعمل اوكلر سيرفيس اريتيشن. ليه؟ اصل هي اصلا كمان يعني البروستاجلاندنز هي الريتيتنج البيشنت اصلا، فمش لازم نزود الاريتيشن عليها. خلاص يبقى الترافو بروست دوت اوكي. هو جريتر اكستنت ان هو دلوقتي حطوا له طبعا حاجه جديده اسمها بولي كواد زي البيوريت بدل البريزرفتيف القديم، فقللت السيرفيس ريليتد ادفيرس افكت. البيماتو بروست احنا قلنا جريتر اي او بي لورنج افكت، يعني في سيفرال ستادي بيقولوا هو زي التافلو بروست صراحه، ولا تاني اضعفهم سوري زي الترافو بروست، اللاتانو بروست بس اضعفهم اعتقد اسمه في السوق زلاتان، الترافو بروست اسمه ترافو نورم او ترافاتان. البيماتو بروست ما يحضرنيش اسمه دلوقتي. التافلو بروست في شركتين تقريبا طلعوه في السوق المصري حاليا بيسوقوه، سعره قريب منهم حوالي 115 جنيه حاجه زي كده. طيب هو بس البيماتو بروست بيقولوا ان هو بيعمل هيدكس، وممكن يعمل وبيعمل مور كونجكتيفال هايبرينيا. فدلوقتي قللوا البرسنتج بتاعته، ان التركيز بتاعه الوحيد هو اللي بيبقى من 100% بدل 3 من 100%، لا عملوه 1 من 100%. وفي برضو دلوقتي بريزرفتيف فري، التافلو بروست برضو بريزرفتيف فري، يعني بيتقال ان افيكسي سلايت ليس، مع ان الشركات بتقول ان هو اعلى، بس هو ليس ديسربشنز للاوكلر سيرفيس، يمكن هو الكلام على موضوع الاوكلر سيرفيس. طيب السايد افكتس انا هروح للسيستميك قبل ما اقول الاوكلر. هو السيستميك مفيش مشاكل منه كتير، يعني ممكن يعمل شويه، بيقولوا ان بصوا اي حاجه فازو دايليتور انتوا عارفين انها بريسيبيتيت الميجرين، فالناس اللي عندها ميجرين هي اللي هتشتكي من هيدك، فبرضو عيان الميجرين بيكوشس فيه. هل بقى يعمل ماليز ولا مايالجي ولا سكين راش وابر ريسبيرتوري تراكت سيمتومز؟ دي حاجات رير جدا، بس هو اسوأ حاجه ممكن لو حصل منه ابزوربشن لو عيان اوريدي ميجرينس انديفيديوال، هو ده اللي هيشتكي. الاوكلر بقى طبعا احنا اتفقنا هو المفروض ما يعملش كونجكتيفال هايبريميا لان هو برو دراج، لكن برضو شويه منه بيعملوا كونجكتيفال هايبريميا. طيب الجميل بقى وبيستخدموه في التجميل موضوع بقى الترايكوزس او الاي لاش لانثرنج والبيجمنتيشن والايريس بيجمنتيشن والبري اوكلر سكين بيجمنتيشن، هيعمل بيجمنتيشن في كل حاجه، في حاجه منهم ريفرسبل وحاجه مش ريفرسبل. اللي مش ريفرسبل هي الايريس، محتاج على الاقل 6 شهور خلاص علشان يحصل ايريس هايبر بيجمنتيشن، مش بيحصل في كل البيشنت، كوارتر اوف ذا بيشنت، يعني 25% من الحالات اللي هتاخد بروستاجلاندين هتبقى هيحصل لها الايريس بيجمنتيشن. ولو بيحطوا بقى يوني اوكلر، يعني بحط اي سبب من اسباب يوني اوكلر، هيبقى عنده هيتيروكروميا ايريتس. طيب هو ليه بيزود البيجمنتيشن؟ هل دي لها علاقه بان هو بروستاجلاندين؟ لا، هو لقوه بس ليه افكت على الميلانوسومز اللي هي حبيبات المحمله بالميلانين جوه الميلانوسايتس، هو ما بيزودش عدد خلايا السيلز او الخلايا،
هو بيزود عدد الميلانوسومز بس. اوكي بعد كده عندي الهايبر بيجمنتيشن اوف ذا بيري اوكولار سكين، ده قال لك هو دوت ده سوري ريفرسبل. طيب لو انت استخدمته في عيان اوريدي عنده سيستويد ماكولار اديما زي الناس الارفنجاز مثلا بعد كاتاركت او بري كاتاركت او كده، دي من الحاجات اللي مش مستحبه، وانا هزود لك من عندي قلت لك ما تستخدمهوش برده قبل عيان هيعمل سابس كبير، لانه هو بيبرموت السكارنج وانا ما بحبش السكارنج عشان البليب فيلير والانتيريو فيرتس، ودي رير بيعمل مش هي مش لينكد لدراج معين خلاص، فبيكوشس انك تستخدمه في الانفليمد اي. طب في اليوفيتيك جلوكوما استخدمه ولا ما استخدمهوش؟ استخدمه بس بيكوشس بس، لكن ما فيش ايفيدنس ان بيقول لك ما تستخدمهوش خلاص. طيب البروموشن بتاع الهربيتك كراتيتس في العين لو عنده حاله من دي ما ينفعش ياخده. الحاله الثالثه بس هو كينسكي مش كاتبها، اللي هي اسمها انه بيعمل حاجه اسمها اوربيتوباسي، بيعمل ابزوربشن، اعتقد هو كاتبها في الصفحه اللي قبل كده مش مع الكومبليكيشن. اهو بيعمل بري اوربيتال فات لوس اس كومن، يعني هو شوف كاتبها هنا ومش كاتبها ورا في الكومبليكيشن، فخلي بالك منها لان بتنزل اسئله. هي فكره ان البري اوربيتال فات لوس فبيعمل فيعمل اينو في سانوس. لو شفنا صور الكومبليكيشنز اهي ده طبعا الاي لينش لانثنينج، ودي الناس اكيد هتحبها. دوت واحد بيستخدم مونو اوكلر بروستاجلاندين فعمل دراكنج اوف ليفت ايريس والسكين اللي حواليه اهو هيتيروكروميا ايريس، ممكن يعمل شويه كونجكتيفال هايبريميا بس مش عارف. عارفين مين اللي اعنف منه هتعرفه فعلا الناس ما بتستحملوش، بيجي لي عيانين كتير جدا ما يستحملوش الالفا 2 اجونست البرومينيدين. البرومينيدين فعلا يعني لو عيان جلوكوما ولقيت عينه حمراء قوي شك اول حاجه في الالفا 2 اجونست، مش البروستاجلاندين، لان انا زي ما قلت لك البروستاجلاندين في الاصل اصلا برو دراج فما تقلقش منه قوي. العين الحمراء دي بتاعت البرومينيدين. طيب البروستاجلاندين بينزل في كومباينيشن، بينزل في كومباينيشن، انا قلت لك ما تحطش كومباينيشن مع كومباينيشن، سوري ما تحطش بروستاجلاندين مع بروستاجلاندين، لكن الكومبينيشن الجاهزة في السوق طبعا ان هو مع التيميلول، ومؤخرا نزل منه اللي هو اسمه نزل منه اعتقد السيمبرينزا، لا السيمبرينزا ده برومينيدين وكربونيك انهيدريز انهيبتور، انا اعتقد في السوق بس مع التيميلول مش هنزلوه مع البرومينيدين، مش متذكرة قوي عشان ما اقول لكمش المعلومة غلط يعني. طيب اللي بعد كده بقى البيتا بلوكر. البيتا بلوكر كلنا على حد ما قريناها وعارفينها. البيتا بلوكر انا هقفل ايه؟ هقفل البيتا ريسبتورز. هي فين البيتا ريسبتورز دي؟ موجوده فين؟ موجوده في السلير ايبيثيليوم، يبقى بالتالي انا هقلل الاكواس برودكشنز. يبقى الهدف بتاعي في او انا بلور الاي او بي هنا ازاي؟ ان انا بقلل الاكواس برودكشن اللي موجود في من السلير ايبيثيليوم عن طريق البيتا ريسبتورز اللي موجوده دي. طيب المشكله بقى ان هو بيحصل حاجه اسمها تاكي فلاكسز، يعني من اول اسبوع اسبوعين بتلاقي 10% بيحصل لهم فيلير بعد ما كانوا بريسبونس والعيان بيجي لك. خلي بالكم ان البيتا بلوكر كانت في يوم من الايام الفيرست لاين اوف تريتمنت، وستيل في مع الناس اللو انكم احنا برضو بستخدمها برضو. يعني انا كنت في الاول كنت بقول لا او لازم نمشي حسب الجايد لاينز، بس اكتشفنا ان هي برضو البيتا بلوكر ستيل افكتيف برضو، حتى السايد افكتس بتاعتها الاوكلر مش كتيره، هي رخيصه والعين كان بي. فانا في النهايه عايزه ايه من العين غير الكومبلينت ونقدر يشتري ويحط عشان ينقذ عينه. فلو هي خلاص جايبه الافكت معايا خلاص يعني احنا بنبتدي بيها ما فيش مشاكل، الا لو العين ايه كان افورد البرايس بتاع البروستاجلاندين وما فيش كونترا انديكيشن للبروستاجلاندينز اللي احنا قلنا عليها. طيب التاكي فلاكسس دوت دي مشكله فعلا متسجله معاها 10% من الحالات، باول كام يوم ما بيجيبوش اي ريسبونس، او ان هو ساعات يحصل برضو بعد فتره كده بعد ما كان بيجيب ريسبونس خلاص مهما يحط البيتا بلوكر ما بيجيبش اي بتاع خلاص، ساعتها شفت طبعا اللاين تاني من الميديكال تريتمنت او افكر في الليزر او السيرجيكال. البيتا بلوكر طبعا هايله على كل الاحوال، ان هي ممكن تستخدمها
تقريبا في كل حاجه. بس بقى الحته اللي انا هقولها لك ومحدش بيقولها لك كتير في البيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتتحط كل 12 ساعه. اتس اوكي، على عيني وعلى راسي. لو سمحت لو سمحت مفيش واحده منهم تتحط قبل النوم، لان في حاجه اسمها في السيركيديان ريزم بتاع الاي او بي، ربنا خلقنا كده، هو ربنا خلقنا كده، ده مش كورتيزون افكت ولا حاجه. هو السيركيديان ريزم بتاع الاي او بي برودكشن بيحصل اعلى ما يكون بعد الفجر واقل ما يكون بالليل وانا رايح انام. فخلاص فالاي او بي اصلا نورمالي بيقع بالليل، فهو مش محتاج تلور ات. طيب وفي حاجه فده اسمه فيسيولوجيكال دابنج اوف اي او بي. ايه التاني؟ الدابنج التاني اللي بيحصل واحنا رايحين ننام للبلاد بريشر، بيحصل برضو فيسيولوجيكال دابنج اوف هايبو او بلاد بريشر، او يحصل هايبو تنشن فيسيولوجيكال. الدابنج ده بيزيد جدا مع يعني الجلوكوما كنوع من الفلكتويشنز، يعني زي ما بيعلى عندهم البرودكشن في السيركيديان مع السيركيديان ريزم العالي الصبح، بيقل جدا عندهم البرودكشن بالليل. فبيحصل فده بيأثر على ما يسمى الاوبتيك نيرف هيد برفيوجن بريشر، اللي هو البرفيوجن بريشر دوت اللي هو المفروض البلاد بريشر ناقص الاي او بي جوه العين. المفروض في فرق ما بينهم نورمال علشان نحافظ على السيركيليشن بتاعه المايكرو فازلز اللي هي الكابيلز الصغيره اللي بتسبلاي الاوبتيك نيرف هيد او النيرف فايبرز. اوكي، البرفيوشن بريشر دوت لو حصل فيه اي ديس ريجوليشنز، المفروض انا قلت لك ما عنديش هرمونال ميكانيزم وما عنديش، انا عندي اوتو ريجوليشن ودي شرحتها في الريتنا، قلت لك الريتنا سيركيليشن الوحيده اللي ما بتعتمدش على الاوتونوميك ولا على الهرمونال، بتعتمد على اوتو ريجوليشن. شويه ايه يطلع شويه ميديتورز كده زي النيتريك اوكسايد والحاجات دي اللي يعملوا فازو دايليتيشن والفازو كونستريكشن، بس مع الاكستريمز ساعات ما بيقدروش يعوضوا الفرق دوت، فيحصل يحصل بقى ايه بقى يعني impairment للاوبتيك نيرف هيد برفيوجن بالليل. وانت تساعد عليها بقى ايه بحضرتك، بان انت بتدي بتدي البيتا بلوكر بالليل اللي هي بتقلل الاي او بي برودكشن زياده وبتقلل البلاد بريشر، ما احنا عارفين اصلا ان هي بتعمل هايبوتنشن وبتعمل براديكارديا، فانت بتزود الانسلتس بتاعت الدابنج بتاع البرفيو اوكلر برفيوجن بريشر بالليل، فالعيان يصحى عنده بروجريشن الصبح، بروجريشن الفيلد تشينجز. طبعا ممكن يحصل سبلنتر هيموريج اللي هي برده واحده من الساينز بتاعت العيان ات ويل العيان ويل بي بروجريس. فدي معلومة مهمة جدا تفهم عينك، احطها لي 6 الصبح وحطها لي مثلا 6 قبل المغرب او اذان المغرب، لكن ما تحطهاش قبل ما تنام خالص. خلاص فبلاش بقى اللي هي ايه مرة الصبح ومرة بالليل دي، لا بالليل دي اصلا المصريين بيترجموا كلمة بالليل دي ان احنا قبل النوم، فبليز يعني. اوكي طيب، هي طبعا الريسبونس بتاعها سوري او اللورنج افكت بتاعها صغير البيتا بلوكر، بس افكتيف يعني حقيقي افكتيف 25% و20%. اتس اوكي، ما ممكن عيني ما يحتاجش غيرهم، لكن لو عيني محتاج بقى تارجت لورنج يعني محتاجه لورنج لاي او بي اعلى من كده، يا اما بقى شفت لحاجه زي بروستاجلاندين لو انا عايزه استخدم حاجه اسمها مونو ثيرابي، يعني هو الصح طبعا في اي بيشنت استخدم مونو ثيرابي مش دول ثيرابي، يا اما اضطر طبعا استخدم الدول ثيرابي الكومباينيشنز زي ما بتتحط مع الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز او مع الالفا 2 اجونست، على اساس انه بيبقى ارخص، حتى ستيل ارخص في البرايس بتاعه من البروستاجلاندين لو عيان برضو كانت افورد، ويبقى افيلبل بقى في المستشفيات العامه، يعني هتلاقوا قطرات زي التونزول والحاجات دي بسهوله موجوده يعني متنطوره في المستشفيات تقريبا يعني. طيب هي مشكله البيتا بلوكر هو سيستميك، يعني هو كاوكلر سايد افكتس هي اقل دراج، عشان تبقى عارف المعلومه دي، هي اقل دراج في الاوكلر سايد افكتس لكن اعلى دراج في السيستميك سايد افكتس. اوكي طيب، يبقى احنا عرفنا معلومتين او ثلاثه جداد عنها، الباقي تقريبا انت كلام غالبا كلنا عارفينه من يعني او قارينه او فاهمينه. هنرجع نقول تاني خلي بالك لو انت عيانك بياخد سيستميك بيتا بلوكر وانت هتكتب له، في ناس بتاخد مثلا الاريزمي او كده، دول بياخدوا سيستميك بيتا بلوكر لاي سبب من الاسباب، وانت او العيانين كارد فيلير او كده، وانت هتكتب له بيتا بلوكر توبيكال، انت كده ممكن تزود الريسك اوف سيستميك سايد افكت. يبقى مش عيان بس، ما تساليش بس على البراديكارديا وتسالي على ال البرونكوسبازمو دايبيتس، اسالي برضو على عيانين تيك سيستميك بيتا بلوكر كومباينيشن مي اوسو انفولف ريليتيفلي هاي ريسك اوف سيستميك سايد افكت. طيب نفس الكلام اللي انا قلته لك من شويه، بيتا بلوكر اللي انت غالبا كنت بتقراه وبتعديه، نوت بي ستيلد ات بيت تايم از مي كوز بروفاوند دروب ان بلاد بريشر وايل انديفيدوال از اسليب بات ريدوسينج اوب برضو اوبتيك نيرف بيرفيوجن بوتنشلي كوز فيجوال فيلد ديتيريوريشن اي او بي لورنج افكت از اولسو بليف تو بي ليس ماركت ديورينج سليب
nocturnal aqueous production is normally تقريبا بيوصل ال half بتاع ال daytime. دي معلومة من الفسيولوجي المفروض تبقى عارفها. طيب however beta blocker be preferred on circumstances such as monocular treatment to avoid طبعا ال cosmotic disadvantages. بيقول يعني لو عيان عنده يونيلاترال جلوكوما يستحسن حتى لو كان افورد البروستاجلاندين عشان كوزموتيك ديس ادفانتجز بتاعه البروستاجلاندين في اليوني اوكلر. في الباي نوكلر ممكن ما تبقاش ملحوظه قوي، في اليوني اوكلر طبعا تبقى ملحوظه. البري اوكلر سكين بيجمنتيشن والايريس بيجمنتيشن والاي لاش لينثنج، فيستحسن برضو ده سبيسيفيك انديكيشن للبيتا بلوكر. عيان قادر يدفع ثمن القطره بس ما يستحسنش اكتبها له، فاكتب له دوت لانه هو انا قلت لك هو اقل درجه في التوبيكال سايد افكتس بتاعته. طيب برضو عيانين طبعا اللي عنده اوكلر انفلاميشن يوفيتس ستوديك، خلاص بقى كل الكونترا انديكيشن او كل العيان اللي هو ما ينفعش تديله بروستاجلاندين وحتى لو قادر يدفع والهربس سمبلكس هتديله بيتا بلوكر كفيرست لاين. هو عايز يقول ان ده سبيسيفيك انديكيشنز، هتختار بيتا بلوكر ولا تختار بروستاجلاندين كفيرست لاين اوف تريتمنت، وطبعا حط عليها الايكونومي يعني الناس اللي مش قادره تدفع. طيب السايد افكتس انا قلت لك الاوكلر سايد افكتس نفس الكلام كانسكي بيقوله، ده فيو وشويه الرجي بونكتيت كيراتايتس، هي غالبا ريليتد ان هو اصلا بريزرفتيف يا جماعه يعني. والبيتا بلوكر برضو معلومه لازم تبقى عارفها ان هي بتقلل التير برودكشن، زي ما بتقلل اكواس برودكشن بتقلل التير برودكشن. انا ما عرفتش الموضوع ده الا لما اتعرضت ان انا اخد سيستميك بيتا بلوكر لسبب من الاسباب وفعلا حصل عندي دراينس، هي بتعمل دراينس عنيف. فبليز لو هياخد بيتا بلوكر خصوصا طبعا القطره فيها بريزرفتيف، وحتى الناس اللي بتاخد سيستميك بيتا بلوكر برضو هو بيحصل واكوس برودكشن سوري تير برودكشن بيقل، يبقى في سببين عندك. يعني انا رايي ان بتاع البيتا بلوكر ده عنده سيفير دراينس، كونه بقى بيقول لك الرجيك بانكيتيت كيراتايتس، اعتقد هو ده ريليتد ل فكره البريزرفتيف توكسيستي على الكورنيا او على الاوكلر سيرفيس عموما. فانت طبعا هتدي لازم تدي طبعا اللوبريكانت كويس او تعالج الدراينس ده كويس لو انت مش هتقدر، لان مفيش بريزرفتيف فري بيتا بلوكر ما اخترعوهاش لسه. في بس واحد منهم اللي هو الميتي برانرول وهو مش موجود اصلا عندنا في مصر بالمناسبه، بيعمل جرانوليتس يوفيتس، ده من الاوكلر سايد افكتس بتاعته. طيب السيستميك طبعا كلنا حافظين الرصه دي بقى، انتوا يعني مش هنقف عندها كتير، موضوع بقى البرونكوس بازم والكارديوفاسكولار والبراديكارديا وطبعا لو ديابيتك الرينوز فينومينا وطبعا لوس اوف ليبيدو اللي برده مشاكل النوم ومشاكل السليب والدياريا اللي بيعملها والهالوسينيشن والديزنس والديسليبيديميا. دي حاجه غريبه شويه ان البيتا بلوكر بتعمل ديسليبيديميا. اوكي اشهر دراج طبعا موجود عندنا في الماركت اللي هو التيميلول، وهو حتى باسمه كده تيميلول موجود، هو موجود اوريدي الخمسة من مية في المية ده اللي موجود، معرفش الربع ده ان كان موجود في مصر ولا لا، وده بيستخدم توايس ديلي. عملوا منه جل واحد من عشرة عشان بيزود الكونتاكت مع اوكلر سيرفيس، وممكن تستخدمه من واحد من عشرة الخمسة من عشرة في المية، وده ممكن تستخدمه وانس ديلي. البيتاكسولول دي وانا بحبها جدا في العيانين اللي هم فعلا عندهم بيل ديسك او فوكال نوتش، او حتى ايفن على فكره مش لازم يبقى جلوكوميتس، عيان عنده اي انسلت على الاوبتيك نيرف هيد مأثر له على الفيلد او انت شايف فيه بالور لاي سبب من الاسباب. بوست اوبريتيف العيانين برضو على فكره العيانين اللي هما بيحقنوا ايه بيحقنوا الانتي فاجف، لان هو اصلا ريبورتد معي ان هو بيعمل اسكيميك اوبتيك نيوروباثي، خلاص اللي ممكن يبقى فارنبل لاي اسكيميا لاي سبب من الاسباب. الديسك ات ريسك مثلا اللي هو الهايبر متروبيك ديسك او سمول ديسك والحاجات ودول كلهم او الهايبر تنسف، ساعات البيتوبتيك دي او البيتاكسولول دي بتبقى لطيفه جدا ان هي عشان موضوع الاوبتيك نيرف هيد برفيوجن، بيقولوا ان هي لقوا لها كاسيوم تشانل بلوكر. عموما بتوع الكارديولوجيست عارفين معلومه ان البيتا بلوكر في بعض البيتا بلوكر لهم كاسيوم تشانل بلوكر افكت زيهم زي مجموعات الكالسيوم تشانل بلوكر، فبيعملوا فازو دايلاتيشن فبيحسنوا البرفيوجن في اي حته خلاص، او بيقللوا مثلا البريشر في اي حته، فهم لهم سينرجستيك افكت. واللي ليه سينرجستيك افكت في الحته دي كمان المغنيسيوم، يعني
يعني برضو انصح عيانك بتاع الجلوكوما ياكل اكل فيه مغنيسيوم زي الكبده والسبانخ والمكسرات اعتقد دي من اول لو هيشتريه. خلاص البيتكسلول برضو بيستخدم توايس، وقلنا عشان الاوبتيك نيرف هيد فلو، وهو ريلاتيفلي كارديو سيلكتيف يعني شغال على بيتا 1 ريسبتورز، فعشان كده اقل شويه في البرونكس بيز، بس هو مشكلته الاي او بي افكت بتاعه لا قليل. بالمناسبه طيب anyway طيب في برضو اللي زي التيمينول بقى اخوات التيمينول، الليفوبنالول ده برضو وانس اور ترايل. الليفوبنالول ده سيستميك عارفين اللي هو الاندرال اشهر بيتا بلوكر موجود في الماركت يعني. انا ما اعرفش كان موجود دروبس في الماركت ولا لا. طبعا بتكسلول والتيمينول موجوده، والحاله بتاعت الكارتيلول دي مش يعني مش موجوده، بيتقال بس ان هي عشان لها دي بقى الكارتيلول. اعرف برضو المعلومه دي لان ممكن تلاقيها في الام سي كيو، زي ما انت عارف معلومه ان بتكسلول كارديو سيلكتيف بيتا 1 ريسبتور يعني مش كل البيتا، ما احنا عارفين البيتا فيه بيتا 1 وبيتا 2 خلاص، فليس برونكوس بازم وكاسيم تشانل بلوكر افكت ده ليه انترينسنج سيمباسو مايماتيك افكت. طيب الانترينسنج سيمباسو مايماتيك افكت بتبقى حلوه معانا، بتبقى حلوه معانا، هتبقى عامله زي البرومينيدين كده وزي الادرينالين لما كنا بنستخدمهم في الجلوكوما. بتزود بقى هنا بقى مش لما يبقى عندي سيمباسو مايماتيك اكتيفيتي، هنا ساعتها مش مجرد هقلل الاكوس برودكشن عشان انا بيتا بلوكر، انا هنا هزود انا هانس الدرينج بتاعي. اوكي طيب وبيتقال ان الكارتيلول دي بقى سيلكتيف على الاي اكتر من الكارديو بالموناري سيستم، فواخدين بالكم البيتكسلول كارديو سيلكتيف، لكن دي مش كارديو سيلكتيف، هي توبيكال اكتر من انها يبقى لها سيستميك يعني مشاكل يعني سيستميك افكت. طيب برضو الميتيبرانولول ده توايس ديلي زيه زي التيميلول، ده بقى اللي هو ايه لينكد بايه، برضو نحفظ الاسامي دي عشان الام سي كيو، دي لينكد بالجرانيولوميتس انتيرور يوفيتس. اوكي طيب هندخل على الالفا 2 اجونست. هو المجموعه دي كانت زمان بنقول عليهم المجموعه القديمه كلها سيمباثو مايميتك، كنا بنستخدم النون سيلكتيف الادرينالين عشان نزود السكريش عشان سوري نزود الاوت فلو، وبنستخدم دلوقتي او السيلكتيف اللي هم الالفا 2 علشان نقلل الاكوس، هم عشان بيشتغل على حاجتين. الالفا 2 اجونست دوت بيشتغل على ان هو بيديكريز الاكواز سينسيسز، هي الالفا 2 ريسبتورز هي بصوا حد هيقول لي الله انت كنت لسه بتقولي على البيتا ان هي بتنهبت البرودكشن، بس اسمهم بيتا بلوكر يعني هما بلوكينج البيتا ريسبتورز، ازاي بقى لما انا اعمل ستيميليشن للالفا ريسبتورز ودي سمباسو مايميتك ودي سمباسو مايميت يعني ده سمباساتيك ريسبتور وده سمباساتيك ريسبتور او دوت ادرينالين ريسبتور ادرينالين ريسبتور، ازاي الالفا 2 تقلل البرودكشن اوف ايكوس. هي عايزه اقول لك معلومه، الالفا 2 ريسبتورز هي انهبيتوري ريسبتور، فالستيميليشن ليها هو انهبيشن للايكوس برودكشن، اما البيتا ريسبتورز هي ريسبتورز سيتوري، فلازم تعمل ما ينفعش تعمل لها ستيميليشنز لو قالها تزود البرودكشن خلاص، فانت بتعمل لها ايه، بتعمل لها بلوكينج، فعشان بس تشيل حته الديبيت بتاع ازاي ان انا اعمل ستيميليشن للالفا 2 ريسبتورز وفي نفس الوقت اقلل طبعا الاستيميليشن بتاع ال 2 ريسبتورز زي ما هي انهبيتوري على البرودكشنز، هنلاقي برضو ان هي لها افكت على السيلياري ماسلز، احنا عارفين ان احنا عندنا الريسبتورز دي في السيلياري في السيلياري ماسل، فبالتالي انا كده هزود اليوفيو سكليرال. يبقى دي تاني حاجه بتزود اليوفيوس كليرال مع مين، مع البروستاجلاندين. الكلام القديم بقى موضوع ان هي بروبري نيورو بروتكتيف اللي كاتبه كانسكي ده طبعا عشان دي طبعت 2016 خلاص اتشال دلوقتي من الافيدنس، بيتمعش بقى في 2020 الطبعه اللي استخدمها اللي هي بعد جاك كانسكي لما مات مغيرين فيها الكلام دوت ولا لا يعني، بس انا عايزه اكد لك ان هي خلاص اتشالت من الليتريتشر يعني.
لكن هي بتقلل البرودكشن وتزود يوفيوس كليرال اوت فلو، عامله زي الكارتيلول اللي كان ليه سيمباثوميميتك افكت كده في البيتا بلوكر. يبقى هي قللت برودكشن وزود ايه وزود الاوت فلو. خلي بالك ان هي انا قلت لك الالفا 2 ريسبتورز هي انهبيتوري ريسبتورز وليس ستيمنيشن ريسبتورز، سواء على الايكوس برودكشن او سواء على السيلياري ماسل او سواء على السيلياري ماسل، عشان هي ريليتد لحاجه اسمها بروتين جي زي في الريتنا كده، دوت انهبيتوري ده انهبيتوري بروتين. طبعا موضوع انها بتعدي السي ان اس ما ينفعش استخدمها في طفل قبل سن سنتين، لكن طبعا الالفا 2 ريسبتورز او اجونست سوري اخذت الافيدنس انها كلاس سي في البريجننسي، فهو الدراج الوحيد المسموح به في البريجننسي بريجننت جلوكوميتس بيشنت. طيب هي بس بيتقال ات مي بي بوتنشيت فاسكولار انسفشنسي، يعني عايز يقول انها زي البتكسلول كده ان هي ممكن تحسن الاسكيميا، ماشي اوكي، لكن ما خدتش نيورو بروتكشنز ايفيدنس اوريدي. طبعا ارجع اقول لك تاني برضو لازم تسال عيانك اللي بياخد برضو اورال مونو اوكسيديز او الناس اللي هم انتي ديبريسنت لا يدخل منك في هايبر تنسف كرايسيس، قلت لك ده دايما في الناس البيشنت الكبير الكبار. خلي بالكوا بقى في سبيسيفيك انديكيشن للالفا 2 اجونست، الالفا 2 اجونست واخده سبيسيفيك انديكيشن بري اند بوست ليزر. اي ليزر مانجمنت سواء مثلا بتعمل ايه كبسولوتومي اي حاجه اللي هو هي سبيسيفيكالي بت البرومونيدين دوت سبيسيفيكالي بيلور الاي او بي نتيجه الليزر تريتمنت، وبرده بوست كاتاركت او بري كاتاركت سيرجري لو عايزه انا لور الاي او بي. حلو قوي هايل من ده واخد سبيسيفيك انديكيشن ليه، يبقى دي سبيسيفيك انديكيشن في البريجننت جلوكوما، سبيسيفيك انديكيشنز في البري اند بري او بوست كاتاركت وليزر سيرجري. طيب في حاجه سبيسيفيك انديكيشن بتعرض ريفراكتيف بيستخدموا الالفا 2 اجونست، ده معناه استخدام مش جلوكوما خالص، في الناس اللي هم كانوا زمان ما بيعملوا البروفايل اللي عندهم بيحصل لهم دايما بالليل نايت جلير، علشان بيتقال طبعا البيبل لما بتوسع، وان انت لو عامل البروفايل بتاع الابليشن بتاعك في الليزك كوركتيف اقل من الميزوبيك او اقل من اللي هو اللي بنقول ايه نايت بيبل دايامترز، زي مثلا انت اشتغلت على بروفايل 6 والعيان بتاعنا بيوسع 7، فدايما يدوهم دايما يقول لهم استخدموا البرومينيدين دي بالليل، فالبرومدين ما بيستخدمها بالليل هم مش عشان نيورو بروتكشن عشان يلور الاي او بي، هو علشان يقفل موضوع الدايلاتيشن اللي هو الانهانسد سمباثيك بلوكر، لان دايليتور بيبيلاري ماسل عليها الفا 2 ريسبتورز، فهو احنا عارفين الفا 2 الاستيميليشن ليها هو انهبيتوري وليس ستيمولاتوري، يعني ده اجونست انهبيتري، عامل زي عارفين الفوتو ريسبتور ثيوري كده في الريتنا، كنا ما بنعمل استيميليشنز للسايكليك جي ام بي اللي هو جي ام بي تحول سايكليك جي ام بي، ده بيطلع كان يطلع بروتين جي، وقلنا البروتين جي دوت ايه انهبيتري خلاص، فكان يقفل الصوديوم البوتاسيوم والصوديوم تشانلز، فبالتالي الالكترولايز تنعكس ويحصل هايبر بولاريزيشنز، ويحصل ان الضوء يتوصل عن طريقه انهبيتوري ميثود، يعني الكاسكيد دخلت في انهبيشن وليس في ستيميليشنز. اوكي فهو نفس الكلام برضو، هو بيرموت ان البيوبل يضيق بتاعه عن طريق الجي بروتين دوت اللي على الموجود على دايليتور بابيلي ماسل، عشان العينين مش تكوش من نايت كلير. بيستخدموه بتوع الريفراكتيف، واللي شغال ريفراكتيف عارف المعلومه دي، بيستخدموه وانس. طيب الاشهر حاجه عندي طبعا الابراكولونيدين، والابراكولونيدين بالذات هو اللي موصوف اكتر مع بتوع الليزر. طب ليه ما بستخدموش في الجلوكوما وما بشوفوش في عيانين الجلوكوما؟ احنا بنشوف يا دكتوره كلنا برومونيدين، اكيد في الماركت كلكم شايفين برومونيدين باسمائه بقى المختلفه في السوق، زي يعني بلاش نقول اسامي تجاريه، بس انتوا اكيد عارفين اسماء التجاريه اللي موجوده في السوق. طيب ليه الابراكولونيدين ما بنشوفوش؟ لانه على اللونج تيرم ثيرابي هو مور كومبليكيتنج، يعني مور كومبليكيتنج. وانا لسه قايله لكم الاوكلر سيرفيس الصوره دي افتكروها جدا، لو لقيت العين الحمراء دي اللي جاي يشتكي ومش سوري ومش طايق نفسه، هو هتفكر ان عيانك ده اللي هو البرومينيدين. تخيلوا بقى الابراكولونيدين اشد واسوأ وادل ايه سبيلة زي ما بيقولوا، يعني فما حدش بيطيقه على اللونج تيرم تريتمنت.
فهو انت عندك الابراكولندين دوت فيه من 1% وفيه 5% اللي هو النص يعني، ودوت طبعا احنا موصوف بالزيت في الاكيوت رايز في الاي او بي بعد الليزر ثيرابي او اي سيرجري في الانتيرور سيجمنت عموما. هو temporizing measure over course of several weeks ده اخره، لكن ما ينفعش يستخدم او عيان مستني جلوكوما سيرجري ماشي اوكي، لكن not suitable for long term because loss of therapeutic effect over weeks to months and high incidence of local side effect. يبقى سببين ان هو بيفقد الافكت بتاعه عامل زي فكرة التاكي فلاكسس كده في البيتا بلوكر، وتاني سبب ان هو في high incidence of local side effect. طيب البرومينيدين بقى طبعا هو كاتب حتى اسامي تجارية الالفا جين والحاجات دي، طبعا البرومينيدين 2% دلوقتي اتخفض تماما ل 15% عشان نقلل اللوكال سايد افكتس بتاعه. بيدخل في كومباينيشن كتيره جدا يعني، اشهر كومباينيشن مع التيميلول، وفي كومباينيشن دلوقتي اللي هي السيم برينز اعتقد مع الدورزلامايد. ضافوا له حاجات بقى، شالوا منه البنزول يعني، كل دي حاجات عشان تحسن بس يقللوا الهايبريميا بتاعته والاوكلر سيرفيس ديستربنس اللي هو بيعمله، فحطوا البيوريت بدل البنزولكونيوم كلورايد. انت دايما لما يجي لك الميديكال ريب ويكلمك عن قطره خصوصا في عيانين اللي هيستخدموها لونج ران، دايما اسال نفسك ايه البريزرفتيف اللي فيها، اساله كده على طول يعني. هو بيستخدم البيوريت اوكي يعني رش، لو هي بريزرفتيف فري طبعا تو رش يعني او بلس رش زي ما بيقول. خلاص، فالالفا جيم بي بي دي اختصار بيوريت، ان هو شال البنزولكونيوم كلورايد بمساوئه عشان الاوكلر سيرفيس تولرابيلتي وحط البيوريت. طبعا هي البرومينيدين لذيذه في انها انا ما عنديش سيستميك فاكتور سايد افكتس، لكن الا مع العيانين بقى اللي هم بياخدوا معه او مع الاطفال او اللي بياخدوا ترايسايكليك انتي ديبريسنت، مش كل الانتي ديبريسنت ها، عشان السلكتف سيرتونين ما فيش مشاكل منها. طيب حد هيسألني البرومينيدين ده بيتحط قد ايه حسب انت بتستخدمه ايه الهدف بتاعه. لو انت هتستخدمه في الجلوكوما كمونو ثيرابي، ودي احيانا بيحصل يعني انت خلاص العيان بتاعك ما جابش مع الفيرست كلاس زي البيتا بلوكر وهو مش قادر يشتري بروستاجلاندين، فهتضطر تستخدم مثلا البرومينيدين او المجموعه الالفا 2 اجونست كمونو ثيرابي مش دول ثيرابي. لو هتستخدمه والايم بتاعك انك لور الاي او بي، خلي بالك ان البرومينيدين لوحده مش هيجيب الافكت بتاع اللورنج اوف اي او بي الا من 3 مرات يعني. هو بيتاخد 3 مرات عشان اللورنج الاي او بي. لو هستخدمه كدول ثيرابي يعني ككومباينيشن، لو انا مش هستخدم الحاجات الكوميرشالي كومبايند دروبس الجاهزه اللي فيها البرومينيدين موجود جاهز، لو هستخدمه مع قطره تانية هستخدمه مرتين كفايه. لو هستخدمه بقى اللي هو الريفراكتيف اللي هما بيستخدموه بالليل عشان نايت جلير، ده بيستخدموه بره بالليل مش اكتر من كده، فحسب انت بتستخدمه ليه. خلاص، طيب هندخل بقى برضو على المجموعه اللي بعد كده اللي هي التوبيكال كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز. معظمنا بيستخدمها، شايفها في الكومباينيشن زي الكوزوبت والتونزول والحاجات دي، وموجود دلوقتي بقى كومباينيشن مع البرومينيدين اللي هو زي السيم برينزا، وموجوده زي السيم برينزا، وموجوده برضو كومباينيشن مع هي مع ايزر مع التيميلول او مع البرومينيدين، ملهاش كومباينيشن مع حته تانية اوكي. يعني هي ما فيش حد عمل كومباينيشن مثلا بينها وبين البروستاجلاندين يعني، يا تيميلول يا برومينيدين. هما في بس نوعين كايجنت مشهورين اللي هو البرينزولامايد، ده موجود في الكومباينيشن مش موجود لوحده، وفي الدورزولامايد هي موجوده في السنجل بس اكتر نعرفها يعني، موجوده كمونو ثيرابي لكن اكتر نعرفها في الكومبايند دروبس اوكي. anyway هي على فكره فيري افكتيف، بس هي عيبها ان هي تندرج تحت مجموعات الصلفة. الناس الالرجيك للصلفة لاي سبب من الاسباب، العيانين طبعا الالرجي للصلفة ممكن يكون حاجه بسيطه جدا مجرد سيكاترايزيشنز في الاوكلر سيرفيس اوكي، على اللونج ران هي ممكن تعمل كده، او ممكن اب تو كمان العيان يدخل في حاجه ما يسمى بالستيفن جونسون سندروم، واحنا صرحنا لستيفن جونسون في الكورنيا. فهي كصلفة دريفاتيفز او هي من نفس المجموعه كيميكال ريتد ليها، ده عيبها الشديد جدا. العيب التاني لو ان هي فيري تراتوجينيك فما ينفعش انها تستخدم في البريجننت. العيب التالت ان هي سوري ان هي
ما ينفعش تستخدم مع بتوع السيكل سيل انيميا، لان هي كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز، فبتمنع تكوين البايكارب والاكواس فورميشن، بتعمل الكلوزس من الاخر، فبتعمل بريسيبيتيشنز بريسيبيتيشن للسيكل سيل اتاك، فما بينفعش ان احنا نستخدمها. برضو ما ينفعش تقول له خد توبيكال مع سيستميك في عيان اوريدي هو وانت ايمنج سوري وانت ايمنج ان انت يحصل اديتيف تريتمنت، زي ما قلنا البروستاجلاندين على البروستاجلاندين ما يعملش اديتيف، لكن التوبيكال بيتا بلوكر مع السيستميك بيتا بلوكر اديتيف، لكن هنا التوبيكال كاربونيك انهيدريز انهيبيتور مع السيستميك كاربونيك مش اديتيف افكت. اوكي، فدي شويه معلومات اعرفها عنها. طبعا هي من اكتر الحاجات برضو لها اندوثيليال ديسفانكشن، فممكن تعمل بريسيبيتيت للناس اللي عندهم جطاطه او فوكس او اي حاجه، ممكن بريسيبيتيت الكورنيال دي كومبنسيشن، فبرضو مش حلوه بريكاتاركت لانها بتعمل زي كلاودنج. لكن هي لها استخدام تاني غير الجلوكوما الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز في اللي هما الارفينجاز سيندروم او السيستويد ماكولار اديما لاسباب تانية، زي مثلا السيستويد ماكولار اديما اللي مع الريتينايتس بيجمنتوزا او مع حاجات اللي هي الريتينال دايستروفيز، المجموعه الكبيره اللي مع جانسن سندروم والحاجات اللي هي اي ال ام توت وكده، لقوا ان الكربونيك انهيدريز انهابيتورز بتعمل حاجه اسمها ديجوفينيتنج للايونيك بامب بتاعت الريتينال بيجمنت ايبيثيليوم، فبتشغلها بحيث انها تري ابزورب الووتر تاني من الريتينال تيشو، فبتعالج السيستويد ماكولار اديما. هنا احيانا حتى اللي هم السيستويد ماكولار اديما لو سنترال انفولفنج في الديابيتك، دي حتى مش عارفه انا قلتها لكم ولا لا، بس هي فاش ايفيدنس او اجتهادات من الريتينال سبيشالست او اكسبرت، لو هو سنترال انفولفنج ديابيتك ماكولار ديما والعيان بتاعي 6 6 9، فما احسن يعني هو مش اسوأ من 6 9، احنا قلنا ما بنحقنش، احنا بنعمل له فولو اب، بس ممكن اساعده على فكره غير فولو اب وانه يعمل كنترول للدايبيتس، ان انا ممكن برضو ادي حته الكربونيك التوبيكال كربونيك انهيدريز انهيبيتورز وحاجات التوبيكال نون استرويد انتي انفلاماتوري دروبس زي الابيفينيك. يعني احنا دايما بنكتب الدورزلاميد والابيفينيك مع بعض كده كومباينيشن ونمشي العيانين عليها، او مع قلت لك زي كل البقر سيستويد ماكولار اديما اللي بعد كاتاركت سيرجي اللي هي دايما تحصل عن 6 أسابيع بعد الكاتاركت سيرجي، بنقول عليها ايرفينجاز خلاص عشان الهايبر بيرمابيليتي وانفلاماتوري ميديتورز، دي ستيب وايز ابروتش بتتعالج بطريقه مختلفه عن الديابيتك ماكولار اديما او الماكولار اديما نتيجه مثلا تلنجكتيزي او نتيجه فين اكلوجن، دي بتتعالج الاول بدروبس ما جابتش نتيجه بنحين يعني كما بنترش للانترافيتريال انجكشن فيها. فده برضو انديكيشن تاني للتريتمنت بتاع التوبيكال كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز. خلاص في كلام بيتقال ان هي يعني هايبوثايزد انها لها سبلمنتري نيور بروتكتيف افكت، هو مش وارد قوي يعني. طبعا مشاكل السلف، في بقى الناس بتحب كده تسال اسئله يقول لك ايه ازاي التوبيكال كربونيك انهيدريز انهيبيتورز يعمل مايوبيا. هي ممكن تعمل ارتفيشال مايوبيا لانها من السلفا دريفاتيفز اللي هي بتعمل حاجه اسمها يوفيوسكليرال افيوجنز، او اللي هو خلاص فالسيلري يعني هو السيلري بادي كده بيتنفخ شويه، فبالتالي بيحصل زي فكره الاكوموديشنز انه بيريلاكس الزنيولز، فبالتالي اللاينز بتاخد المور سفيريكال فورم بتاعها، فبيحصل ارتفيشال مايوبيا. فاحيانا يحصل مع بتوع التوبيكال كربونيك انهيدريز انهابيتورز، بس مش كل الحالات طبعا ارتفيشال مايوبيا. اللي زيها كده وبرده السلفا دريفاتيفز ديزيز اسمه توبرا ميت، بس خلي بالكوا بقى انه في حالات النارو انجل الارتفيشال مايوبيا نتيجه السيلياري بادي سوالينج ده سواء في الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز او التوبراميت اللي بيدوه في الانتي ايبيليبسي، ده ممكن بريسيبيتيت انجل كلوجر كرايسيس. خلاص لان هي نارو انجل، فالسيلي البادي لو اتنفخ هيزق الايريس اللي هو فوقيه على طول لقدام، فيعمل ايريس ترابيكولار مش ورك كونتاكت 360 درجه ويدخلني في كرايسيس، مع طبعا السفيريكال شيب اللي هتاخده اللانس، فممكن تعمل تقادل البلوكينج افكت بتاعها انها تعمل نوع من بيبلري بلوكر افكت، فده يدخلني في كرايسيس. فبي اوير برضو عيان بتديله توبيكال كربونيك انهيدريز انهيبيتور
وفجأة جالك في closed angle crisis، اعرف ان غالبا عيانك دوت ده element of sulfa allergy، فحصل ciliary body swelling، وان عيانك دوت غالبا في الاصل اصلا ما كانش open angle، كان narrow angle او closed angle، يعني narrow angle غالبا يعني. فالعيان ده خلاص بقى ما توصفلهوش الكاتيجوري من الدراجز ده تاني. فدي برضو من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في الكلينيكال سنس وانت بتعالج العيان. عشان كده انا في الاول قلت لك ايه، جلوكوما تريتمنت از فاشنبل تريتمنت، مفيش حاجه اسمها، مفيش فاكسد بليفز فيها زي ما كان يعتقد من قبل. ما اقدرش اديك جايد لاينز اقول لك امشي كده لو ما حصلش كذا كذا، مفيش ستيب وايز ابروتش حقيقي عندنا يعني. كل حتى الجايد لاينز اللي اتحطت ما بين سوسايتي وسوسايتي يعني هتلاقي فيه اختلافات فعلا. طيب هما في نوعين بقى، اللي هو الدورزلاميد والبرينزولاميد. دوت مشاكلهم بتبقى برضو اللي هي بليفرو كونجكتيفايتس، اعتقد كان في صوره موجوده في الصور، بس مش كومن على فكره، ما بيشتكوش قوي العيانين. هو بيتقال بس ان البرينزولاميد اقل في اللوكال الرجي وستينجينج، فبدات الشركات الكبيره زي الرجان والكون يحطوه في الكومباينيشن بدل النوع الرخيص اللي بيعمل الرجي او الرجيك بليفرو كونجكتيفايتس دوت. يعني اللي هو الكوزوبت هتلاقوا ايه الدورزلامايد، وحتى التوينزول اللي في السوق هتلاقوا الدورزلامايد وتيميلول. فجم حطوا البرينزولامايد مع التيميلول وسموها ازارجا، اعتقد ثمنها اغلى كتير من الكوزوبت، مش كتير يعني مره ونص. والسيمبرينزا دي بقى اللي بيهللولها شويه عشان معاها برومنيدين وبرونزلاميد، اول كومباينيشن يبقى فيه برومنيدين وبرونزلاميد، فلورينج افكت، ويعني على كلامهم انها نيورو بروتكتيف. بس انا قلت لك ان مفيش ايفيدنس كامل يعني فيز 3 بتاعت البرومنيدين اتسحب الايفيدنس بتاع انها نيورو بروتكتيف. ما ان احنا وصلنا بقى لهنا نتكلم عن الكومباينيشن الموجودين. طبعا الزلاتين دوت قلت لك اسمه لاتانو بروست، لو اسمه زالوكوم ده مع تيميلول. برضو البايلو كاربين مع التيميلول، انا معرفش التيم بايلو دي مش معرفش ان كانت موجوده في ايجيبت ولا لا، ما شفتهاش انا. الكومبيجين طبعا دوت البرومونيدين مع التيميلول. موجود بقى في شركات شويه يعني اقل من الشركات العالميه دي عامله الكومباينيشن بتاع البرومونيدين مع التيميلول دوت، اعتقد فارما بريس وحاجات كده اسامي جديده طالعه. مش ما علينا. طبعا انت بتبقى برضو لازم تبقى اورينتد بالكومباينيشنز المشهوره قوي اللي هي زي الكوزوبت واخو الكوزوبت اللي هو الازارجا. يبقى الازارجا اعرف ان هو اخو الكوزوبت، السيم برينزا ده كاتيجوري تاني، والحاجات اللي هي زالو كوم وديوتراب والجانفورت. ديوتراب بيحبوه الجلوكوما سبيشاليست، بيقولوا ان هو فيري افكتيف فعلا في اللونج اي او بي اللي عندي يمكن 40%. والكومبيجان طبعا دوت تيميلول مع البرومنيدين، زي ما هو حاطط البرومنيدين مع البرينزولاميد في السيم برينزا، بس حاجات مختلفه. طيب يبقى احنا كده فهمنا البرينزولاميد هو اقل في الالرجيك بليفرو كونجكتيفايتس، مش فيري افكتيف عنه ولا حاجه. نيجي بقى للمايوتكس اللي هم طبعا انتر اوبريتيف اللي هو الكاربيكول او البايلو كاربين. المايوتكس دي احنا بنبقى عايزين ندراج الهدف الاساسي بتاعها، كانوا زمان بيعالجوا بيها الاوبن انجل جلوكوما بالمناسبه، يعني على اساس ان هم بيقولوا ايه ان هي المايوتكس دي في منها دايركت واندايركت. هو اللي هيعمل مايوزيس هو الباراسيمباثومايميتك، ففي فكانوا بيتكلموا على الدايركت اللي هي تشتغل على الريسبتورز على طول، وفي الاندايركت اللي هي تشتغل على الانتي كولينستريز عشان تمنع تكسير الاستايكولين، فالاستايكولين يتحفز فالكولينرجيك افكت يبقى موجود، فالكولينرجيك افكت دوت يبقى موجود. اوكي فهي كانوا بيستخدموها في الاوبن انجل زمان، بس خلاص ما عادش حد بيستخدمها دلوقتي. هي المايوتكس بس بريزرفد للبيبلري بلوك كلوزد انجل جلوكوما وكرايسيس، او لو قبل ما هعمل البريفرا ايريدوتومي بالليزر، هو ده الهدف بتاعها دلوقتي. هي بقى ناو يوز ذا فور اي انجل كلوجر، هي مش على اللونج تيرم ثيرابي، غالبا احنا بنفك بيها كرايسيس بس، مش على اللونج تيرم ثيرابي، لان هي لها مشاكل كتير اسوأها غير انها تعمل مايوزس، بتعمل براو اك وبتعمل مايوبيك شيفت واكزازربيشن للسيمتومز بتاعت الكاتاركت يعني، والفيلد ديفكت احيانا بيبقى كونستريكتد. فخلي بالك انا كنت قلت لك الفيلد ديفكت بيتاثر لو البيوبي سايز بتاعك اقل من 2.5%، وده بيحصل برضو مع الناس اللي بتاخد مايوتيك. غير انها بتعمل بقى حاجات الكولينرجيك افكت اللي هي ايه بقى، اللي هو البرونكوسبازم، البراديكارديا، يعني عامله كده كمان لو كنت اديت بيتا بلوكر برضو، وجي اي تي سيمتومز ويورينري فريكوانسي. خلاص طيب
يبقى الهدف بس ان انا هعمل ميوزس عشان بول الايريس بريفر ايريس اواي فروم ذا ترابيكولار واوبن الانجل واكسر الاتاك بتاعه الترابيكولار مش ورك او اي ريدو ترابيكولار مش ورك كونتاكت دوت. ما فيش هدف تاني. هي لها حوالي 4 يعني هي تقريبا رينجنج من 1% ل 4%. التركيز العالي ده بستخدمه في الاكيوت اتاك لان هي مشكله البايلوكاربين ما بتشتغلش على اسكيميك ايريس. فاحيانا مع الاتاك العاليه او مش احيانا هو ده اللي بيحصل مع الانجل كلوجر اتاك او كرايسيس بيبقى فيه اسكيميا نتيجه الاي او بي العالي حتى بدليل انه بيحصل ايريس اتروفي. ما هو الايريس اتروفي ده بيحصل من نتيجه الاسكيميا ودليل انها بتبقى فيرتيكالي اوفال بيوبل دليل انه بيحصل جلوكوم فليكن في الكرايسيس. فبالتالي البايلوكاربين التركيزات الواحد واتنين في المية مش هيشتغل. هو بيحتاج انك تلور الاي او بي الاول. حتى يقولك ما تحطش بايلوكاربين من الاول كده مش هيشتغل خالص. حاول تلور الاي او بي باي سيستميك ميجرمنت الاول او حتى بانديتيشن جونيوسكوبي وابتدي اعمل انستليشن للبايلوكاربين بتاعك. بحط التركيزات العاليه لعند ما افك الاتاك بعد كده اشفت للتركيز اللي هو الواحد في المية. اتس اوكي بنستخدم حوالي 4 مرات في اليوم تقريبا. يعني في منه بيقولوا انه في منه جل 4% وبيستخدم ديلي ات ذا نايت عشان الميوبيا والميوزس انديوس ديورينج ذا سليب فما تبقاش انت حاسس ما تبقاش حاسس بيهم يعني. طيب قبل الليزر طبعا بنحطه هل في انديكيشن تاني للانجل كلوجر؟ خلي بالك ان البلاتو ايريس هو نون بيبولاري بلوك اوكي. بس انت انت لما بيجي لك العيان هيجي لك في اتاكس من كلوزد انجل كرايسيس فانت ما بتبقاش واخد بالك قوي. لو انت بتفحص صغير وما سالتش نفسك ليه عيان جاي في كلوزد انجل كرايسيس وهو سنه صغير مش هتفقس البلاتو ايريس. هتفقسه ازاي؟ انك ماشي ستيب وايز في التريتمنت بتاع الكلوزد انجل جلوكوما كرايسيس. فانت هتدي السيستميك وهتقلل الاي او بي وهتحط البايلوكاربين بتاعك عشان تعمل الليزر بي اي عشان تفك الاتاك. تيجي تعمل الليزر بي اي اللي هو البريفر ايرودوتومي الاتاك ما فكتش. ساعتها هتنتبه ان انت بلاتو ايريس بقى تعمل الجونيوسكوبي بتاعك مثلا تحط اي هيدروبيك ميجرمنت على الكورنيا وتعمل الجونيوسكوبي بتاعك هتشوف البلاتو ايريس اللي هو الدبل هامب ساين اللي مشهور اللي اتكلمنا عليها في الجونيوسكوبي خلاص. فده البايلوكاربين برضو ده انديكيشن. الانديكيشن التاني بقى اللي هو لقوه بيجيب حاجة اللي هم البيجمنتري جلوكوما. البيجمنتري جلوكوما دول مشكلتهم ان عندهم حاجة اسمها كوير ايريس او او اللي هو بوستيرو كونكيف ايريس. فالريتن انتوا عارفين الايريس البيجمنتد ابيثيليم بتاعه في الباك سيرفيس مش في الانتيور سيرفيس. فالبيجمنتد فكده الباك سيرفيس بتاعه قرب من الزنيولز واللينس فطول الوقت والعيان بقى بيحصل له مايوزس ومدريزس. احنا طول النهار يعني البيبل بتاعتنا توسع وتضيق توسع وتضيق مع حسب اختلاف الضوء حسب الانفعالاتنا حسب حتى احنا بنبص فار ولا نير فيجن حصل اكوموديشن ولا ما حصلش نمنا ما نمناش. فكل ما يحصل مايوزس ومدريزس مايوزس ومدريزس اللي هو اللي بيحصل عادي داي اند نايت طبيعي يعني الباك بتاع البيجمنتد ابيثيليوم عشان هي ستيبر مش الايريس كونفيجريشن بتاعي ستيبر هيحك في الزنيولز وفي اللانس كبسول فيعمل بيجمنت ريليز اللي بتروح تقفل الترابيكولار مش ورك وتخليه ديس فانكشنينج وبتقفل حاجات تانية كتير بقى او بتبرسبتيت في حتة تانية مش وقتها هنشرحها في البيجمنتري جلوكوما. فبالتالي بيحصل بيجمنتري جلوكوما. طيب احنا نفك الاتاك دي ازاي؟ هو في طريقتين. بيجمنتري جلوكوما كده هياخد ميديكال تريتمنت او هنعمل العمليات الجديدة اللي بتعتمد على الانجل سيرجري اللي بنقول عليها انجل سيرجري زي الماجز دي اللي هي مينيمال انفيزيف عشان نصلح الترابيكولار مش ورك اللي مليان بالبيجمنت دي وعايزين ريكونفيجريت الايريس. هنريكونفيجريت الايريس ازاي؟ فكروا لقوا ان البريفرال ايريس انك تدي بايلوكاربين وتحط بريفرال ايريس سوري تعمل بريفرال ليزر ايريدوتومي هيريكونفيجريت الشيب بتاع الايريس اوكي. طيب البايلوكاربين بس والكلام ده مش موجود هنا عيبها برضو انها بتعمل زيها بتعمل نوع من اللي هي مش هي كولينرجيك هي بتعمل ديستربنس برضو للبلاد اكواس بارير شويه فبيستحسن ما بنحبهاش في الحاجات اللي فيها مشاكل في البلاد اكواس بارير زي اليوفيتيك جلوكوما ما حبش برضو ادي بايلوكاربين يعني ده اشهر مثال يحضرني حاليا.
البايلوكربين برضو لا تستحب في الحالات اللي هي اسمها جلوكوما انفيرسس. يعني ايه الحالات اللي جلوكوما انفيرسس؟ يعني اللي هو التريتمنت بتاعها مش البيبيلاري بلوك العاديه اللي هو بتيجي مع الايدج عشان حصل انتيور سيجمنت كراودنج، لا، البيبيلاري بلوك اللي هو التريتمنت بتاعها انك توسع العين، خلاص. زي مثلا الناس اللي عندهم كونجنتال مايكروسفيروفاكيا او حصل انتيور لانس ديسلوكيشن وعملت بيبيلاري بلوك، ده الصح انه ينام على ظهره عشان اللانس ترجع لورا وتوسع له البيوبل مش تضيق له البيوبل، لان انت لو ضيقت البيوبل انت بتاكسجريت الاتاك اصلا بتاعت البيبيلاري بلوك. فمش كل البيبيلاري بلوك بيبقى البايلوكاربين هدف فيها، البيبيلاري بلوك نتيجه مايكروسفيروفاكيا او انتيور ديسلوكيشن اوف لانس دوت الحل بتاعه انه ينام على ظهره وما تديش البايلوكاربين. برضو في جلوكوما انفيرسس تانية ملهاش علاقة بالبيبيلاري بلوك لكن لها علاقة بالسيلري ماسل او بالسيلري بادي روتيشنز اللي هو الانتيرور سيجم السيلري بروسيس روتيشنز، اللي هو علاجها انك تعمل سايكلوبلاجيك عشان تعدل الروتيشن بتاع السيلري بروسيس دوت، اللي هي اللي بنقول عليها مالجنانت جلوكوما او سيلري بلوك سيندروم. دي برضو تريتمنت بتاعها سايكلوبلاجيك، التريتمنت بتاعها سايكلوبلاجيك. فمش كل الجلوكوما بيبقى ان انا اعمل مايوتكس، في حالات بتبقى انت عايز تعمل دايلاتيشن وتوسع لي تعمل سايكلوبلاجيك افكت او تعمل دايلاتيشن، خلاص. طيب الكومبايند احنا شرحناه، هندخل بقى على السيستميك كاربونيك للسيستميك. اوكي، هو طبعا السيستميك احنا ما عندناش كتير، بس قبل ما ادخل على السيستميك انا هقول بس الكاتيجوري اللي برضه اللي كانسكي في الفيرجن ده ما كتبهوش، اللي هو اسمها روبريس. روبريس خلاص بقت ريليز، بقى هي اعتقد جت في مصر او بتيجي بالطلب تقريبا او بتيجي بيبعتوا يجيبوها من بره على امازون حاجه زي كده. ما هم الروبريس دي قعدوا يهللوها كتير وان هي ماشيه بتو ميكانيزمس ومش تو ميكانيزمس، بس ده برضه لقوا على فكره يعني بداوا ريسيرش ايفيدنت كده، بداوا ينشروا بيبرز كتير على الكومبليكيشنز اللي بتعملها. فما يعني مش عارفه هل هتاخد السبورت القوي بالتحليل اللي معمول عليها بره ده ولا لا. هي الفكره ان هم بيقولوا ان هي بتشتغل على سيمباسوميميتك او نور ابينفرين ترانسبورتر، فبالتالي عامله زي الالفا 2 اجونست كده، دي اول حاجه. فبالتالي بتريديوس البرودكشن اوف ذا فلويد، يعني بتقلل الاكواس فورميشنز. اوكي، الميكانيزم الثانيه ان هي من اسمها رو بريسا اللي هو ار اتش او كاينيز، ده انزيم الار اتش او كاينيز او الروك ده، هي بالتارجت ات. ده بيعمل ايه؟ قال لك بيروح على الاكتين والميوسين في الترابيكولار مش ورك ويعمل لها زي نوع من الاستيميليشن فيوسع البورز ويقلل الريزيستنس، فهي بتشتغل على الترابيكولار مش ورك باث وي تقلل الريزيستنس، خلاص. هي طبعا خدت اف دي ابروفل، اعتقد اسمها التجاري اسمها نيتا روسوديل، وتركيزها 2% في المية. طيب السيستميك، احنا السيستميك طبعا دوت اللي هو سيستميك لورنج اي او بي، مش بيتكلم ما عنديش هو ما بيتكلمش في حاجات تانية، بس انا هقول لك السيستميك كاربونيك انهيدريز انهبيتورز. انا عندي الكربونيك انهيدريز انهبيتورز لو هديها سيستميك ما ينفعش العين يمشي عليها لونج ران، ده حاجه تمبري ميجرمنت، هي الاوزموتيك ايجنت كلنا عارفينها، يعني عارفين الموضوع اللي احنا بنكتب للعيانين اللي هو السيداميكس او السيستميك كربونيك انهيدريز، وبرده نفس الكونترا انديكيشنز اللي هو في التوبيكال مش ما ينفعش اديها، يعني نفس الكونترا انديكيشن. هو بس اسوأ حاجه بيعملها طبعا هو السلفا الرجي دي، لو العيان طبعا عنده هيستوري سلفا الرجي او هو او ممكن ما يكونش عنده هيستوري بيرسبتيتد سلفا الرجي، او يدخلني في سيكل سيل كرايسيس لو عيان سيكل سيل انيميا وما تعرفش انه سيكل سيل انيميا. وتالت حاجه طبعا بيعمل هايبوكاليميا عنيفه، فلازم العيان ياخد معاه بوتاسيوم سبلمنتس. التجاري اللي هو الاسيتازولاميد، ده اكتر حاجه بنستخدمها، القرص بيبقى تركيزه 250 واحنا مسموح لنا نستخدم عند 1000 قرص، في منه انجكشن بتستخدم الفايل 500 مللي جرام. طبعا انا بديك هو الهدف منه ان هو بيمنع الكربونيك انهيدريز فبيقلل الاكواس فورميشن، ملوش دعوه هو بالباس واي بتاعه الدرينج خالص. في واحد تاني تقريبا بيقولوا ان هو longer duration بس طبعا هنا less widely available اللي هو الميسازولاميد، دي اسامي تجاريه كلها بس هو ده اللي موجود عندنا في السوق المصري الاسيتازولاميد. اوكي، طيب
السايد افكتس خلاص كلنا عارفينها طبعا. السايد افكتس زيه زي الصلفه، هيعمل حاجه اسمها سيليوكرويدال افيوجنز اللي انا قلت لكم عليها، تعمل سيليوري بادي تنفخه كده، فده ممكن يبرسبيتيت الانجل كلوجر اهو، اي برسبيتيت الانجل كلوجر، فخلي بالك. بس ده هيبقى اكتر في الناس اللي هم نارو انجل او معاهم صلفه طبعا، وخصوصا لو صلفه الرجي كمان. برضو يعمل هو بيقول بارتيكولر افتر كاتراك سيرجري، يعني الكولويدال انفيوجن دوت، على اساس ان العين بيتعرض لهايبوتوني، والهايبوتوني مع الحاجات دي هايبرسبيتيت الكولويدال انفيوجن. طيب سيستميك الباراسيزيا طبعا، هو يبتدي يحسها حوالين الاورال بتاعته اللي هي الهايبوكاليميا دي، والماليز لور مود جي اي تي ستيفن جونسون طبعا عشان السالفا، ولو حصل يعني، او في حاجه اسمها ايديوسينكريستيك ابلاستيك انيميا، يعني دي حاجه ايديوسينكريسي مش معروفه هتحصل امتى والمين خلاص يعني، ما فده ما يمنعش ان انا ما اديش الدراج. والدوز ريليتد بوم مارو سبريشن، لو استخدمت دوزز عاليه اكتر من المسموح بيها ممكن تعمل انت بوم مارو ديبريشن. طيب الاوزموتيك ايجنت في منها اللي هو بنيتي انجكشن، وفي اللي هو اورال. الاورال اللي هو الجليسرين، والانجكشن اللي هو طبعا المانيتول. هما المانيتول ده نوع من انواع السكر، في العيان الديابيتك ما ينفعش تديله مانيتول الا لو كان يعني، بص الموضوع يعني ايه برضه فاشنبل، يعني عيان برضه في جلوكوما كرايسيس الاي او بي مش راضي ينزل، واحنا عارفين ان هو ديابيتك، بس السكر بتاعه كنترولابل، يعني مش في ارقام عاليه، مش 400 و500 خلاص، انا ممكن اديله اقيس له السكر بعديها، وممكن اديله مثلا ريجولار اللي هو الريجولار انسولين اللي هو السكر المائي اللي بياخدوه في حالات الامرجنسيز بالوحدات وكده، واظبط له الدنيا يعني انا ممكن اكونترول. لكن ما برضو ما تاخدش فاكسد بليفز ان هو ما ينفعش مثلا في الناس الدايابيتك. مشاكل الميتول ان هو لو العيان هاي اي او بي وعنده مشكله في البلاد ايكويس بارير، لان هو بيعتمد على فرق انت عارف ان تدي سكر عالي، لفكره الانكوتيك بريشرز، فرق السكر العالي ده هيتركز في الدم خلاص، وانا عايزه انتكت بلاد ايكويس بارير كويس علشان السكر العالي اللي في الدم ده يسحب الايكويس، بدل ما احنا اصلا عشان فرق الانكوتيك بريشرز انا الطبيعي ان انا عندي بروتينز في البلاد، فدي عارفين الحته الباسف بتاعه الايكويس برودكشن، اللي عندي بروتين طبيعي في البلد وعندي هيدروستاتيك بريشر جوه البلد وانكوتيك بريشر نتيجه البروتين، فالبلد بيحصل بلازما ترانسوديشن من السيلياري كابيلاريز تروح فين في الاستروما، وبعد كده بقى تروح للبيجمنتد والنون بيجمنت سيليم، وبعد كده الاكتف سكريشن بارت يبتدي يشتغل بقى عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامبس والكربونيك انهيدريز عشان يحصل ايه الايكويس برودكشن، الصوديوم يعدي للانتيور البوستيور تشامبر ويعدي وراء البوتر. لكن حته الباسيف بارت اللي موجوده في الاول عند ما بين البلاد ايكويس بارير دي بتعتمد على الهيدروستاتيك بريشر الطبيعي اللي موجود والانكوتيك بريشر، فلو دول طبيعيين لو انا اديت مانيتول يعني انا زودت تركيز السكر فزودت فالانكوتيك بريشرز هيبتدي يسحب، هيتغلب على الهيدروستاتيك بريشرز اللي بيعدي الووتر او البلازما، ويبتدي يسحب البلازما تاني من البوستيريور تشامبرز، ياخدها تاني من السيلير ايبيثيليوم والبوستيريور تشامبرز ياخدها ناحيه البلاد او السيلري كابيلاريز. طيب لو انا عندي بقى البلاد ايكويس بارير مش انتكت مهما اديت مانيتول مش هيشتغل، فعشان كده بيتقال هي دي المعلومه اللي بتتقال انه في الانفلاماتوري جلوكوما يا جماعه ملهوش رول، لان اصلا عندهم ديستربت بلاد ايكويس بارير. يبقى انت عندك الديستربت بلاد ايكويس بارير، مين ما اشتغلش معايا لعند دلوقتي ما اشتغلش معايا، افتكر كده معايا البروستاجلاندين ما اشتغلش، البايلوكاربين، وادي ما اشتغلش المانيتول، يبقى ساعتها بقى ادور على اورال جليسرين، دور على السيداميكس تديهوله او كده. هو على فكره في الجايد لاينز الجديده لما ناخد ان شاء الله الانجل كلوجر كرايسيس، ما بقاش على فكره فيرست لاين انا ادي مانيتول، الاول بحاول بالسيداميكس سواء ايزر انجكشن اللي هو انجكشن او اورال ماكسمايز الدوز، ما جابش بقى بخلي المانيتول ده ريسكيو تريتمنت. عارفين يعني ايه ريسكيو تريتمنت؟ فاكر كده كنت بكلمك في الدياباتيك ماكولار دي، ما اقول لك الليزر از ريسكيو تريتمنت، ايوه ده ريسكيو تريتمنت، ما عادش فيرست لاين زي ما كان معتقد، لان احنا برضو احنا نواب صغيرين كانوا بيعلمونا ان المانيتول ده فيرست لاين اوف تريتمنت. اوكي طيب خلي بالك برضو ان المشكله الثانيه ان العيانين غير بقى الدايابيتك اللي اتكلمنا عليهم، وان انا قلت لك فاشنبل، العيان بقى اللي عنده مشاكل في الاوفرلود اللي هم بقى عيان الرينال والهيباتيك والكاردياك فيلير، اللي هو مش بيقدر يبمب الووتر او بيخرج الووتر من جسمه، ده ممكن يعمل له مشكله، واعتقد برضو عيانين البرين اديما او كده.
هو برضو بيعمل هيديك وباك ايك ونوزيا وكونفيوجن ويورينري ريتنشنز especially ان elderly men. طيب المانيتول، المانيتول بيجيب تركيز 20%، خلاص يعني كل 5 مللي فيهم 1 جرام، وانا مسموح لي على فكره هو مسموح من 1 ل 2 جرام بير كي جي، مش 1 بس يعني، اللي هو ايكوال 5 ل 10 مللي لتر في البادي ويت، ويمشي دايما على السريع، دايما نحب ياخد الجرعه بتاعته يعني يخلصها في نص ساعة أو ساعة، مش هقعد أخلي العيان جاب لي 6 ساعات وأنا بعلق له المحلول. مفيش حاجة اسمها إنك تعلق مثلا 250 مللي ولا إزازة ولا كام، أنت المفروض توزن عيانك وتحسب له الجرعة بتاعته ببساطة، 5 مللي من المحلول هو 1 جرام بير كي جي، فالستين لو خد 65 هياخد إيه 300 مللي، يعني تقريبا نص الإزازة وأزيد شوية. خلاص لان الازاز بتيجي 500 زي ازاز الصلاين، زي ازاز الصلاين كده. طيب الجليسرول ده اللي هو الاورال ايجنت، بيقول لك بس ان هو طعمه وحش، مش سوري، طعمه سيكي تاست، يعني هو سويت بس سيكي تاست، فعشان كده بيقول لك حطه على جوس. مش عارفه ليه بيقول حطه على ليمون نوت اورانج جوس، دي انا بصراحه بيني وبينك يعني انا مش فاهماها يعني. طبعا كل حاجه البيك الانجكشن لو اديت حاجه، احنا عارفين انجكشن البيك بتاعته بعد نص ساعه، لكن هنا البيك هتبقى بعد ساعه. الاورال برضو بعد حوالي ساعه، اللي هو زي الاسيتازولامايد لو اورال، لو هتاخده انجكشن بعد نص ساعه. اوكي دي لها علاقه بالانتري والدراج بالهاف لايف بتاعته والحاجات دي كلها. برضو مهمه برضو تاخد بالك من الانسولين والديابيتك بيشنت، لان هو الجليسرول دوت، لان هو بيميتابولايز للجلوكوز، هو صحيح مش سكر لكن بيميتابولايز للجلوكوز. السيفر بيقولوا ان السيفر في الديابيتك بيشنت ان هم ياخدوا حاجه اورال برضو اسمها ايزوزوربيت. اوكي طيب احنا كده خلصنا الميديكال الموجود في كانسكي، لكن انا هفكرك بنيورو بروتكتيف، بنيورو بروتكتيف تريتمنت كسيستميك وكلوكال. احنا قلنا لوكال ما عنديش ايفيدنس لوكال الا البروستاجلاندين، يعني البروستاجلاندين هي اللي خدت ايفيدنس كنيورو بروتكتيف دروب. البرومينيدين لا، يعني ديبيتابل ايشو ستيل عندي بقى الحاجات اللي بتكسلول دي هتساعد البرفيوجن، فممكن يعني تشتغل معايا، بس يعني هنقول عليها كو ايه كوفاكتورز في نيور بروتكشن، لكن ما هيش من نيور بروتكت. ما عنديش بقى طريقه تاني نيور بروتكتيف، خلاص عشان ما نتكلمش على النيور بروتكشن، يعني هو بيقول في ديبيتابل ايشو حوالين الكربونيك انهيدريز، لا هو مش قد كده يعني، بس انها بتشتغل على الايونيك بامبس اللي موجوده في جسمنا. طيب اللي هنتكلم بقى على السيستميك نيور بروتكتيف، السيستميك نيور بروتكتيف هم المجموعه الكالسيوم تشانل بلوكرز اللي هو زي النيفيدبين، خلاص اللي هم بيستخدموهم بتوع الكارديولوجي، بيستخدموهم كانتي هايبرتنسيف وانتي اريزميك، وعندهم التو كلاسز، في كلاس اللي هو بيعمل فازو دايلاتيشنز اللي هو بيستخدموه في الانتي هايبرتنسيف اكتر، اللي هي النيفيدبين مش الكلاس التاني، هو ده اللي شغال معانا نيور بروتكتيف. والحاجات اللي بتساعده زي المغنيسيوم زي ما انا قلت لك ده واخد ايفيدنس، وتاني سيستميك واخد ايفيدنس كانوا اتكلموا شويه على شاي الجينكو بلوبا ده، بس ما لقوش ليه ايفيدنس، والاوميجا 3 اتكلموا عليها شويه بس ما لقيناش ايفيدنس. والحاجات الانتي اوكسيدنت هناخدها، بس هي مش ايفيدنس عنيف، هي تاخدها كسبلمنتس، لكن تاني ايفيدنس خد في نيورو بروتكتيف وبيستخدموها بتوع النيورو ميديسن في عيانين الزهايمر، اللي هو حاجه اسمها ميتا اميدين. ميتا اميدين دوت اسمه في الماركت ايبيكسا، في منه تركيزات بنستخدم العشرة، بنستخدم نص قرص يوميا لمده اسبوع، بعد كده بنكمل قرصه، زي اي سبلمنت بستخدم 3 شهور اون و3 شهور اوف. very effective في الابيكس حقيقي، واخد نيورو بروتكشن عنيف، وبره بيستخدم يعني في واحد من اسباب ال سوري يعني واحد من الكومبلمنتري تريتمنت في الجلوكوما، مش مجرد الكنترول الاي او بي. طيب برضو السؤال الثالث قبل ما ننهي موضوع الميديكال تريتمنت، لو انا عياني انا بدات بمونو ثيرابي، عياني ما جابش نتيجه معايا، هشفت على اذر كاتيجوري، يعني انا هستيكي للصح، يعني ان انا عشان الكومبلينس وعشان الاوكولار سايد افكتس اللي بتحصل من الدروبس بتاعت الجلوكوما، هستيكي للمونوثيرابي. لو ما اشوف انذر كلاس، لو ما نفعش الانذر كلاس هعمل كومباينيشن معايا لعند ايه تريبل ثيرابي. تريبل ثيرابي وما جابش التارجت اي او بي وستيل بروجريس، لا كده ميديكال تريتمنت فيلير، لو سمحت خلاص مش هينفع معاك دوت، يا اما بقى هتعمل ليزر. بس خلي بالك انت لو وصلت تريبل ثيرابي، الليزر تريتمنت للجلوكوما مش سبستيتيوت للتريبل ثيرابي، هيبقى اديدنج افكت، يعني انت هتستخدمه معايا، لكن هو ممكن يسبب
سبستيتيوت المونوثيرابي، لان هو الايفكت بتاعه بس 20-25%، فعامل كانه ايه بديل للبيتا بلوكر مش اكتر. اوكي الحاجه الثالثه يا اما تفكر طبعا ساعتها في السري، هو احسن اصلا انت يعني هو احسن انك وصلت تريبل ثيرابي ومتاكد ان عيانك كومبليانت وستيل عندك بروجريشن، ساعتها السيرجري بس السيرجري كويسه هتبقى هي ذا بيست تشانس فور تريتمنت اوف جلوكوما. اوكي انا كان نفسي اخلص الليزر في السيشن دي بس واضح ايه ان انا اتكلمت كتير، ما اعرفش عشان الجلوكوما ماي سب سبيشاليتي ولا عشان ايه. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا.